النجاح ملوش كتالوج، النجاح له مقومات مش كتالوج. بمعنى تقدر تقول انه النجاح لازم يكون وراه مصابرة، اجتهاد، موهبة، حاجات كتير، انما دي عوامل. النجاح الحقيقي في حاجات تانية بتدخل فيه، منها او على رأسها التوفيق من عند ربنا، البيئة المحيطة، الظروف. وبالتالي نقدر نقول انه الكتالوج الحقيقي لأي نجاح ملك صاحب النجاح، هو اللي بيصنعه، هو اللي بيكتبه في رحلته. المشاهير الناجحين بيبقى سهل جدا ان احنا نعرف رحلة نجاحهم، انما في تجارب ناجحة لغير المشاهير دورنا ان احنا ندور عليها ونعرف هم كتبوا كتالوج النجاح ازاي، بالرغم انه ممكن يبقى في ظروف كتيرة ضدهم. وبالتالي نقدر نقول انه النجاحات كتير، المقومات كتير، بس الكتالوجات مش واحدة. كل واحد فينا بيكتب كتالوج نجاحه إن أراد. حلقة الليلة هتبتدي. دي هبة في أعز صديقاتي، أتفه واحدة في أصحابي، تيجي الساعة 8 من هنا، صغيرين وكبار قعدوا وتسمروا. يلا يا جماعة ما تعرفيش ده إيه، مين هادي ده؟ تعمل قهوة ونوتيلا وأجانب هتطلعوا علينا. أنت الأخبار عندها مطبخ تحت السرير. أنا شلة الضايعين. أول حتة طلعت وبعدين لقينا عمل كتالوج نجاحه بنفسه وبصوته. قال أنت آخرك تربي معيز. هو في البداية هنبدأ ننظفه. العجز الوحيد هو عدم وجود العقل اللي الانسان ممكن يفكر بيه، بس هذا العجز الوحيد، مفيش عجز اكتر من كده. ده هو هيقوم وشويه هيلطم. اوبا بس عليها حاجه ثانيه. عيب يا بنتي، قلت لهم ايه البت الوحشه قوي. بقول افيه بس ده تقيل قوي. ايه ما قلتوش ليه؟ تقولي السلام في ايدي نسيت اركبها. جيب المؤلف كده تعالى يا برنس وقول لنا بقى انت ايه ظروفك. طالما انت بتقولي لي يا هادي بقى انا ايه الحلاوه دي. علي من الزقازيق، من إحدى قرى مركز الزقازيق، خريج كلية أداب، زيه زي أي شاب بيحاول يجود من حياته ومن أدائه، سواء بالدراسة أو بالعمل أو بالتجربة. كان عايز يعمل بحث وعايز يستخدم الكمبيوتر يطلع معلومات منه يستعين بيه. راح لواحد من أصحابه وقال له أنا عايز أتعلم كمبيوتر. صاحبه قال له يا عم الكمبيوتر إيه اللي أنت عايز تتعلمه؟ انت اخرك تجيب شويه معيز وتربيهم. الكلمه دي ممكن تبقى عاديه لاي واحد فينا، انما لما يبقى اللي بتتقال له الكلمه دي ضرير، فالكلمه مش بس توجعه ومش بس تحز في نفسه، تخلق عنده تحدي انه مش بس يتعلم كمبيوتر ويستخدمه، لا ده هو ضرير بس هيفهم الكمبيوتر وهيتعلمه وهيصلحه، لدرجه انه محمد يبقى في يوم قريب من بعد ما صاحبه قال له الكلمة القاسية دي يبقى ماسك قسم الاي تي في احدى الشركات. محمد علي من الزقازيق عمل كتالوج نجاحه بنفسه وبصعوبة. الزقازيق بيتبع لها قرية اسمها قرية نشوة، ساكن فيها فن الصيانة معظم الناس هناك تعرفه. تعرفه مش بس لأنه ماهر في إصلاح الأجهزة، إنما لأنه كفيف وبيصلح الأجهزة بكفاءة. افتح شبابيك الحلم وافتح طريق لبكرة، وأي شيء بقى علم ما هو كان في الأصل فكرة. من أكتر من 20 سنة فقد محمد بصره، إنما ما فقدش ذكاؤه وإصراره. خرج من سجن الضلمة وقلة الحيلة وقرر يخوض كل تجارب المبصرين بدون خوف. واحد زميلي قاعد على الكمبيوتر كده، فقلت له ما تعلمني يا ابني عليه. قال لي لا لا انت مش هينفع تتعلم عليه. فقال انت اخرك تربي معيز.
الكل اكتشف مهارته الغير عادية في إصلاح أجهزة الكمبيوتر، والحقيقة إن شطارته في المجال ده كانت أكبر بكتير من كونه ضرير ولا يرى. مهارته خلته يشتغل في قسم الآي تي في إحدى الشركات الكبرى دون النظر لأنه ما بيشوفش. ما كانش عندي جهاز، رحت جبت كيسة بنتم 3، كان الكلام ده كان في أواخر 2004، فكيتها وكنت بتعلم فيها بقى، بشوف التوصيلات راحة فين وجاية منين. في برامج بتشتغل من برنامج اسمه ويندوز توكينج، ده بيشتغل من تحت الويندوز، بيقرا، بيكون ناطق، يعني سكرين ريدر، قارئ شاشه. اهو لما اجي افتحه لاول مره، اول ما اجي افتحه لاول مره بيقول لي اختار اللغه، بليز سيلكت لانجويج. انا هقول له مثلا ايه، خليها العربي. حسنا، مش عارف مين حسن. تكامل المتصفح دايلوج، قد نجح تكامل البرنامج مع المتصفح، تحتاج لإعادة تشغيل المتصفح لتصحيح التغييرات. حب الاكتشاف والتعلم هم سلاح محمد في طريقه للحرية، وكانوا السبب الأول والأهم في النجاح واحترام الآخرين له. شفت غيري قاعدين عايزين ياكلوا عيش مش لاقيين، ناس كتير بتعتمد على ان حد يديها حاجه، حياة زي كده، فما حبيتش ان انا اتحط في وضع زي كده. هذا البرنامج سجل منذ ساعته بالضبط. معكم هنا شادي. هو صحيح خريج اداب، بس الكل بيقول له يا باش مهندس. اهلا بيك يا باش مهندس محمد. اهلا بيك الكل. ازاي تبقى خريج اداب وشغلتك او دراستك ملهاش اي علاقه بالكمبيوتر، وتبقى يعني محروم من نعمه البصر وتشتغل تصلح كمبيوترات يا محمد؟ والله هي الفكره كلها مش فكره تخرج قد ما هي فكره مثلا هوايه، او الواحد مثلا فكر يشتغل في ايه، او ايه الشيء اللي مثلا الواحد حس انه بدا ينجح فيه. لان عاده يعني لما كنا في علم النفس يعني كان يقول لك النجاح بيولد نجاح، والفشل عاده ما يولد فشل. فالانسان عم بينجح في حاجه بيكون دفع له ان هو يحاول مره واثنين وثلاثه ان هو ينجح فيها نجاح اكبر فاكبر فاكبر، فبتوصل الانسان لنجاحات مستمره. غير مثلا لما يكون مثلا على سبيل المثال اي حد او فريق كوره او واحد مثلا معين سقط، فكله بيقول له يا فاشل يا ساقط يا انت مش نافع، فبالتالي ببص لي ايه المستوى دايما يتراجع ومفيش تقدم. فهو الحافز عامل مهم، وهو نجاح اكبر حافز للانسان. ايوه بس يا محمد، ده كان ممكن تعمل حاجات كتيره وتنجح فيها، بس موضوع انك تصلح كمبيوترز دي هي كانت الفكره في اول مره يعني عندني، كانت حب اطلاع مش كانت ان انا عايز اصلح الجهاز يعني. كنت فاكيت الجهاز بتاعي، كان جهاز زي ما واضح في التقرير في البدايه كان جهاز بنتم 3 كده، وجبته وفكرت ان انا مثلا احاول اشوف ايه الموجود جواه، زي الماكينه او اللي هي الكيسه ديت بتشتغل. فبدات مثلا يعني احاول افرج على كل وظيفه حاجه فيها، بس فهي من خلال الاطلاع بقى بدات مثلا لما كده تحصل اي معايا مشكله وما اعرفش اتوصل لها، كنت اطلع على الانترنت اكتب مثلا المشكله، مثلا ممكن حد يجاوبني على حلها، ممكن اروح اسال حد مثلا من زمايلنا، ممكن ما لقيتهاش في النت انا ابحث على موقع تاني وهكذا يعني. فكانت العمليه واحده. كان بيساعدك يا محمد؟ ما هي يعني اللي انت بتقوله ده في حد ذاته صعب، ان انت يعني تسال يعني قبل ما توصل لمرحله الصيانه او التصليح، مين اللي كان بيساعدك؟ هو عاده يعني هي يعني ما فيش حد بعينه او حد معين، لكن هي فكره ان ما فيش مستحيل طول ما الانسان في مخ او في عقل يقدر ان هو يوصل بيه لابعد حد. هو ده انا شايف ان هي العجز الوحيد هو عدم وجود العقل الانسان ممكن يفكر بيه، بس هذا العجز الوحيد، ما فيش عجز اكتر من كده. طيب
ما تأخذنيش يا محمد، انت سبب كف البصر عندك وراث يعني من ساعة ما اتولدت ولا في سبب؟ لا انا فقدت البصر وانا كنت في اولى ابتدائي، كنت شقي شويه وانا صغير. كنت ايه؟ شقي شويه. ايوه. فبلعب على السرير بتنطط كده، فوجعت على من على السرير على دماغي من ورا، فحصل عندي انفصال في الشبكيه، فالنظر راح. طبعا رحت للدكاتره كتير، كانت عملت جليكوما او ميه زرقاء على العين، فالحمد لله هو الميه الزرقاء عملت ضمور في العصب والموضوع انتهى يعني. فطالما ضمور في العصب ده ملوش حل. دي كنت انا لسه في اولى ابتدائي. بس انت تخطيت المساله دي اعتقد على الاقل نفسيا. انا هو يعني نفسيا الانسان او الطفل الصغير يقدر انه يتخطاها اكتر من الكبير بكتير. ليه؟ الشخص الكبير بيكون اتعود على البصر، فما عادش يقدر يعني لو فرج البصر بيكون حبيس منزله. ويعني يمكن حتى في المشاهير ناس كتير، يمكن ذو المحبسين اللي هو ابو العلاء المعري، يمكن ناس كتير عم فقدت نظرها في الكبر، اشتهرت بان هم ما بيخرجوش من البيت يعني، محتاجين اللي يخرجهم، حتى اللي يمكن اللي عايزين اللي يوديهم الحمام. لكن هو الواحد عم يكون من هو صغير بياخد حريته بشكل اوسع، او بيتعود مع الوقت انه ما فيش مشكله، بتبدا واحده واحده يتدرج في الموضوع، بيتلائم مع الحياه يعني. اول مره تفك الجهاز وصلحته، احكي لي التجربه دي، ومين كان جنبك وعملت ايه وصدقوك ولا ما صدقوكش؟ هو ما كانش حد جنبي، هو كنت انا قاعد لوحدي، وفكرت ان مثلا ايه يعني، حبيت بعد ما اتعرفت على مكونات الجهاز فكرت ان انا ايه اللي غريب مثلا يعني. مثلا احنا عندنا اجهزه الكمبيوتر لحد النهارده ما فيش حاجه بتنتج مصريه يعني، مثلا من اول الرام لحد البروسيسور او حتى العبوه الخارجيه اللي هي اللي بيسموها الكيس بتاعت الكمبيوتر نفسها، مع ان ملهاش قيمه، هي مجرد حاويه بلاستيك. حاويه بنحط فيها او بنرص فيها المكونات بتاعت او الاجهزه بتاعت الكيسه يعني. حتى الحاويه ديت ما فيش منها مصريه، كلها صيني اللي احنا بنستوردها، او ماليزيا، يا اما بنحب نستورد الكياس سليم اللي هي الاستيراد او اللي هي الاجهزه الاوريجينال او كده يعني. فكلها مستورده. ففكرت ايه اللي غريب اللي في الكيسه، فحاولت ان انا مثلا افك الكيسه، احاول اجمعها مثلا على كرتون، جمعتها وشغلتها، فالكيسه اشتغلت عادي خالص، وقمت مرجعها على الكيسه تاني، فعرفت ان الكيسه اصلا ما لهاش قيمه، هي كلها مجرد عبوه بس الواحد يركب عليها المكونات، انها تكون مثبته اللوحه الام والحاجه اللي فوقها والتوصيلات بس، ما فيش فيها اي فكره جديده. فكان كل يعني استعجاب ان ليه احنا ما نخشش في المجال دوت ونحاول نتقدم فيه من خلال الهاردوير مش من خلال السوفتوير بس يعني. انا اعرف ان احنا عندنا في مصر هنا الحمد لله ناس كتير شغالين في السوفتوير بشكل كويس، لكن هو يبقى عندنا نظام الهاردوير لسه احنا بعيد فيه من خلال الانتاج مش من خلال الاستخدام يعني. طيب انت دلوقتي ممكن تكون بتمارس الهواية دي زي ما انت قلت على الكمبيوتر بتاعك، جهازك باظ ما باظش يعني، انت الوحيد المتضرر. منين ابتدى الناس تعرف ان انت بتصلح اجهزة كويس وتجيلك، وازاي الشركة اللي انت بتشتغل فيها حطيتك في قسم الاي تي؟ احكي لي التجربه دي يا محمد. انا كنت رحت بعد كنت اشتغلت في نادي احمد عرابي، كنت بدي كورسات من 2007 ل 2009. انت بتدي كورسات للناس؟ كنت بدي كورسات اللي هي ويندوز وورد واكسل واكسس وباوربوينت وانترنت. فكنت قدمت ورقه في مكتب تاهيل، فبعتني على شركه في شركه حلويات في العاشر. رحت الشركه، مين اللي بعتك الشركه اللي هي مكتب العمل. مكتب العمل. فقالوا لي خلاص ما فيش مشكله، تاخد راتب وانت في البيت كل شهر ما فيش مشاكل. فكان صاحب الشركه، فقلت له والله ما فيش مشكله، طب انا هقول لك فكره. طب لحظه واحده، يعني انت دخلت الشركه زي ما بيقولوا من فئه اللي هو 5%؟ فقال لي خلاص انت تيجي كل شهر تاخد المرتب وخلاص. قلت له طب والله انا هقول لك فكره الذ، انا دلوقتي راجل بشتغل في مجال الكمبيوتر وانا كده اخد مرتب، طب ما ايه رايك اخد مرتب واشتغل؟ قال لي خلاص خش على المدير. دخلت على المدير، فقال لي ما فيش مشكله، فطلعني فوق. طبعا كان زمايلي مش مستوعبين الفكره طبعاً. ان ممكن انا اشتغل في الكمبيوتر او كده. قعدت اول يوم، ثاني يوم حصل ان كان كيسه واحد زميلي كانت حصل فيها مشكله، كانت مروحه البروسيسور باظت وحاولوا هم يعملوها ما عرفوش.
اللي هم موجودين في القسم. فالحمد لله قال خلاص لما هو كده كده هم مش عارفينها فحلوا الجهاز عليا. فركبت لما رحت البروفيسور فمن هنا بدأوا ياخدوا ثقة يعني ان هي خلاص تمام وعملها وما فيش مشكلة والحمد لله مشيت واحدة واحدة وكده. لما سألت على قلت لهم طب هو قبل ما يبتدي يصلح أجهزة كمبيوتر كان بيعمل إيه؟ اكتشفت إن أنت حد مش بس ما بتقدرش تقعد ما تعملش حاجة، أنت عندك طموح ونشاط كتير. أنا قالوا لي إنه محمد رب أرانب، قالوا لي إنه محمد عمل مشروع لعيش الغراب، يعني أنت عملت حاجات غريبة وكتيرة وعملت مصنع ترشي أو حاجة زي كده. احكي لي على كل التجارب دي يا محمد. وأنا في أولى كلية بدأت جبت بتاع حوالي 3 بطاريات أرانب وبدأت إن أنا كنت أربيهم، كنت بجيب لهم الأيفوماك اللي هو المضاد الحيوي بتاع الأرانب دوت، وكنت عملت كنت حاطط بنظف لهم باستمرار وكده. بس لقيت مشروع برضو مش مجدي نافع ليا، عايز توسعة عشان يدخل دخل ثابت، عايز مكان واسع وعايز حاجات كتير. بعد كده عما فكرت في مشروع معمل طرش صغير كده، كنت جبت براميل بلاستيك اللي هي مش براميل، كانت الجراد البلاستيك بتاعت الجبنة، وبدأت أعمل فيها مخلل وكنت بوزع على بعض السوبر ماركتات أو المحلات الصغيرة. لوحدك يعني كده يا محمد؟ لا والله كان معايا واحد زميلي، كنا يعني كان هو ماشيين مع بعض بنروح نوزع مع بعض، هو مبصر يعني، وكنا بنحاول نفكر نحن نعمل إيه مع بعض يعني في المرحلة دي. فكنت ماشي أنا هو مرة، هو نفس الشخص دوت، وقرأنا ان في دورات في عيش الغراب المشروم يعني في جامعه عين شمس اللي هي كليه الزراعه اللي في شبرا ديت. ايوه. فبدانا نطلع ونجيب معلومات من على النت في طرق استزراع عيش الغراب المحاري وكده، والحمد لله قدرنا ان احنا نوصل لمرحله كويسه ان احنا في الخبره. كنت بتزرع عيش الغراب فين يا محمد؟ كنت بزرعه في البيت عندنا، لنا بيت في زقازيق كنت بعمله فيه. انا سمعت ان انت كنت بتربي فران. ما هو دي كان مع مشروع عيش الغراب، كنت كان فران بيضة. ليه؟ كانت واحدة ساكنة عندنا كانت شغالة في المعمل بتاع صدناوي، فقالت لي والله راح اشتري فران النهاردة. اشتري فران في المعمل يعني. فران تجارب. فران بيضة كان ساعتها الفرع عامل 9.5 جنيه. الفرع ب 9.5 جنيه. كان الكلام ده في 2006 2007 كده يعني. فقلت له خلاص والله هات لي يعني 3 نوتي وذكر كده. وقلت نجرب يعني ايه المشكله يعني، ما فيش حاجه. انا ربيت ارانب قبل كده. ما هم زي الارانب، وقالت لي ما بيعضوش وكده، فما فيش مشكله. كل ايه بس تعمل الحاجات دي كلها ازاي يا محمد من غير يعني؟ انت كنت ابيها اتجوزت ولا لسه؟ كنت لسه ما اتجوزتش. كنت لسه اتجوزت. مين اللي كان بيساعدك في البيت يعني؟ ما هو محدش. ما هو ايه يعني هقول لك، اخو حضرتك بيقول لك محدش، هو لوحده كده يفضل يعمل يعني حاجات كتير ممكن الواحد يعملها لوحده من غير مساعده حد. او يعني مثلا زي موضوع مثلا حيز الارانب مثلا، كده كده دي حاجه عايز تنظيف وعايز اكل وشرب بس، مش محتاجه مثلا الواحد هيعمل فيها حاجه تانية وهكذا يعني. فهو يمكن الحاجات دي كان الواحد خدها بالتجربه من في البدايه. كان معايا واحد زميلي فكنا بنعمل سوا. بس اهلك اكيد كانوا بيستغربوا قوي من اللي انت بتقوله. احنا قاعدين ومستغربين يعني. انت تلاقي يعني دخل عليهم بقفص ارانب ماشي، دخلت عليهم بقفص فران يعني اكيد اهو اخوك عمال يموت ما يتعاش من الضحك. معلش حضرتك اسمك ايه؟ لا هيثم. لا والله العظيم قول لي ده جننكم في البيت يا هيثم. لا هو مع نفسه كده. لا وقرب الميكروفون. هو مع نفسه. هو مع نفسه. لا يعني بره كده. بيطلع بره مع اصحابه. بيربي ويفتح مشاريع لنفسه وبيعمل كل حاجه لنفسه. ومين اكتر حد بيشجعه، والده ولا والدته كان قبل كده قبل ما يتجوز؟ هو خد البدايه من نفسه. يعني ما اتكلش على حد. يعني محدش فيكوا رب ارانب ولا هو الحمد لله كان ايه ولا واحد هو لا بس. لا لا هو بس كان والده هو اللي كان بيفتح المشروع لنفسه. كان والده والدتي الله يرحمها بقى كان لهم دور كبير في من حيث التشجيع. خلاص اعمل، ما كانش في تقييد، ما كانش في مثلا ان لا ما تعملش حاجه. فاصلا مجرد ان الواحد ياخد الحريه نفسها
في ان الواحد يبدا يعمل وكده ويجازف ويحاول ويجرب ويفشل ويغلط مره وينجح مره، دي الوحده التجربه ديت هي بدايه النجاح. لكن اذا مثلا الواحد قيد حريته، لا ده انت فشلت المره اللي فاتت، فتلقائي الواحد هي مش هيعمل حاجه بعد كده. ده الناس تقعد تعير ولا فاكر المشروع اللي فشلت فيه فاكر لما يعني دي غلطه كبيره. طبعا انا بالنسبه لي كنت عايز يعني قررت خلاص ان هو العلم ما فيش بعد كده، او ما فيش خلاص، هو دي الحاجه الوحيده اللي انا عزمت عليها يعني. فبدات اني كان سمعت ان كان في كورس بيتاخد في القاهره في مركز التعبئه والاحصاء، فرحت خدت الكورس. كان كورس في الويندوز وبتاع، كورس مبتدئين. اتعلمت ازاي الواحد يكتب على الكمبيوتر، ازاي الواحد يستخدم الكمبيوتر، يخش على يشغل حاجه كده، حاجه زي كده. والحمد لله مع الوقت الواحد مثلا بدا مثلا يجيب كورسات يقراها، وكتير من الكورسات والاسطوانات موجوده على الانترنت، ممكن اي حد يجيب كورسات ويبص اللي علي فيها واكيد هيتعلم. الهوايه دي اصبحت حرفه او شغل محمد الاساسي. أيوة. بس احنا بعد الفاصل هنعمل اختبار لمحمد قدام حضراتكم. احنا هنجيب جهاز كمبيوتر مفكك تماما ونشوف محمد هيعرف يركبه ولا لا. ليه مش حاطه صوره في السي في بتاعك؟ لان السي في بتاعك كويس، مش عايزه ابوظه بصوتي. النضاره والحسنه والحبوب اللي هنا. يا الهي طالعه لنا كده من الاوضه اتخضينا. نقش شعرك بس ولا لابسه حاجه؟ اصل انا ولا فيديت ولا هطلع اعمل كده ولا هعمل كده. تعمل قهوه ونوتيلا وكله على بعضه كان يكوّن. عارفه الولاد اللي بيقعدوا ينهجوا دول في البريك ويزقوا زقين البنات؟ انا كده ابعد عنهم. هتبتدي تجمع الجهاز ده يا محمد، اشتغل عادي. غلبنا الجهاز ده. حاجة نقول افتح يا ولدي. ريهان مأمون. خرب بيت حلاوتك. ذوقك بلدي قوي. دي ممثلة جديدة يعني وحشة جدا. أول حتة طلعت وبعدين لقينا تفرد الرنجاية على إيديها وبت. إزاي أستاذة بقى؟ معانا محمد علي وقدامه جهاز مفكك، كل يعني اللي جوه الجهاز بره. هتبتدي تجمع الجهاز ده يا محمد لحد ما تخليه يوصل بالكهرباء ويشتغل عادي. تمام ان شاء الله. هو في البدايه هنبدا ننظفه. ننظف الجهاز بحيث ايه؟ التراب ده كتير كده عادي؟ الاجهزه بقى من جوه فيها التراب ده؟ لا التراب ده عاده بيخلي الجهاز مثلا احيانا تقيل. مثلا حاجه زي مروحه البروستر ديت لما يكون فيها تراب مال هي الكولر او الشرايح ديت بيبتدي البروستر يسخن بشكل صعب، تلاقي الجهاز بيهنج. لك انت بتكمل شغلك. انا بس فين مريم بنتك الجميله؟ اهلا يا مريم. اهلا يا مريم. شفتي بابا بيصلح الجهاز ازاي؟ بابا شاطر صح؟ طب تعالي نقعد نتفرج عليه. متاكد انها راكبه صح دلوقتي؟ ايوه تمام. هو خلاص هي ركبت. نوصل المروحه في البورده. ادي الهارد هو مثلا. شايف
الباور سبلاي هو نركبه، نركب الكابلات بتاعته. اه بنوصل بس الكابل التاني بتاع الباور اهو، الباور له كابلين. اه الكابل ده اهو جنب المروحه. حد هنا بيفهم في الكمبيوترات؟ حضرتك بيعمل صح ولا بيضحك علينا؟ شغال تمام. نوصل الاكسسوارز بتاعته. انت كده هتشوفه شغال ولا لا؟ ان شاء الله. دي الباور التاني هنوصله بالشاشه. مريم جاي تقعد جنبك. تيجي عايز تبوظي منا؟ محمد انت واخد الدنيا ببساطه وبلطافه وبضحك وما فيش مشاكل يعني خالص. ايه المشكله؟ الشاشه ابتدت تقول حاجه اهي. لسه كانت بتقول نو سيجنال فعما وصلناها هي هتشتغل ان شاء الله. انت عارف ان هي بتقول نو سيجنال. عشان كانت لسه بنفصل لسه بنوصلها. تمام. نبدا نوصل بقى الكيبورد. الجهاز ماله يا دكتور؟ هتشتغل ان شاء الله. الكهرباء وصل للجهاز؟ كده الكهرباء وصل. متأكد؟ المروحه ابتدت تدور ووقفت ما اعرفش ليه. هو ليه بيشتغل ويطفي؟ اهو الشاشه اشتغلت. هي كده اشتغل بس هي المشكله الباور اهي الشاشه نورت من ده. المشكله عندنا هنا في ايه؟ المروحه بتاعت البروسيسور دي كليبسات هي مفكوكه ومتركبه فعندك بتاع الباور سبلاي بيسخن. يعني بصي لازم تغير الكليبسه ولا لا ايه؟ لا لا بصي هنا عندي مشبكين مروحه البروسيسور. لا يعني انت دلوقتي انا الشاشه عندي نورت يعني فانا مش عارفه هو كده المفروض هيشتغل. يعني كده المفروض لو انت ضغطت على مروحه كده ايوه اهي ايوه خلينا مثلا هينتج اهو لحظه غلبنا الجهاز ده. لا لا هيشتغل كده خلاص ان شاء الله على طول وان شاء الله يكون اسرع من الاول بكتير. افتح يا سنسي. يا رب. وفي حاجه نقول افتح يا ويندوز. افتح يا ويندوز. اهو بيقوم اهو. ده هو هيقوم وشويه هيلطم. هيلطم ليه يا محمد؟ ده ابتدى يقول اهو برتي اهو اهو الويندوز اهو اهو خلاص بقى يا جماعه خلاص اهو بقى مستنيين اكتر من كده. عارف تحس ان هي شفت يا مريم بابا صلح الجهاز تحس ان احنا مستنيين يا محمد اهو عارف احنا ايه البتاع اشتغل والباور شغال اهو وبعد كده طلعت ويندوز تحس ان احنا مستنيين انه ينطق يعني ايه انما مبروك جالك ولد. شفت يا مريم بابا صلح الجهاز عادي جدا. محمد صلح الجهاز او مش صلحه هو جمعه اصلا وكان في مشكله في المروحه وظبطها مش عايزه اكررها الا بنوع من الافتخار وهو ضرير هو بيشوف بمخه وبيشوف بروحه التي لا تنكسر وشايف انه اي حد يتعلم اي حاجه
وينفذها لأنه هو ده كتالوجه الشخصي للنجاح. شكرا جزيلا يا محمد. يلا يا ست سلمى لبابا. الفقرة دي أي حد عنده جهاز عطلان هنديك نمرة محمد بعد الفاصل ده جاي. الله جاي لك يا طهره. ببقى هبله ولساني اهبل ومش عارفه اتكلم. انت بتذاكر ايه؟ هو انت عمرك اساسا قلت الكلام اللي مكتوب؟ نكشه شعرك بس ولا لابسه حاجه؟ بقول افيه بس ده تقيل قوي. فكريني بالكلمه وانا مش هقولها لك. ايه اللي من دولاب دلال عبد العزيز؟ باجي اقول لها يا مامي انا عايزه تقولي ده عندي ده كنت بلبسه زمان. هي بقت قاعده عيب يا بنتي. كان بيقول لك ايه؟ ايه ما قلتيش ليه تقولي السلام في ايدي نسيت اركبها. بجد ما طلعها علينا. طالما انت بتقولي لي يا هادي يبقى انا. الساعة 8 من هنا وتلاقي 3 أرباع الناس صغيرين وكبار قعدوا وتسمروا قدام شاشة السي بي سي، قعدوا يتفرجوا ويتناقشوا ويعيشوا مع هبة رجل الغراب. الحقيقة أن المسلسل ده يعتبر ظاهرة، ظاهرة الواحد للنجاح الكبير اللي محققه. نجاح يعني إيه؟ يعني 3 أرباع مصر بتتفرج عليه، بتحبه وما بتحبوش بس بتتفرج عليه وعارفه الشخصيات وتحس كده ان هم ايه قرايب الناس. اللي يتكلم على بيري ومستر ادهم ومس فريده عادي، يعني بقوا جزء من الحياه اليوميه للناس والمشاهدين. ظاهره لانه هو اصلا متاخد عن مسلسل كولومبي، والحقيقه ان مش كل المسلسلات اللي بتترجم او بتدبلج بتلاقي نجاح كبير، يعني في كتير من الاحيان ما بتنجحش. انما المسلسل ده عمل نجاح خلى الناس تستغرب ازاي ننتج حاجه ونبقى مش متاكدين قوي ان هي هتحقق الرواج ده، تحقق رواج اكبر واكتر من المتوقع. استثنائي ليه؟ لانه كتير من الوجوه اللي فيه يا اما وجوه بتطلع لاول مره او ما شالتش بطوله منفرده في اعمال اخرى. كلهم داخلين بروح كده مختلفه، عارفين في حاجات يقولك ايه تجريبيه، المسرح التجريبي، التلفزيون التجريبي، كلهم داخلين بروح مش عايزه اقول مش احترافيه، لا مش ده المقصد، المقصد ان هم كلهم داخلين بروح حلوه، روح صداقه، روح ان هم بيعملوا حاجه مع بعض. والغريب انه الهزار والعلاقات الطيبه واللطيفه اللي بينهم تحولت لواحد من انجح المسلسلات اللي دلوقتي عمالين الناس كلها بتسأل من قبل ما الجزء الثاني يخلص هو امتى الجزء الثالث وايه اللي هيحصل فيه. لازم نعترف كبارا وصغارا ان مسلسل هبة رجل الغراب يكتسح. دي غيرت شكلها خالص، محدش يقول انها هي. لا احنا ما اتفقناش على كده. دول يا دوبك كده يجيبوها ويصوروها ويحطوا صورتها على علب لبن الاطفال ويقولوا لهم لو ما كنتوش تشربوا اللبن ده هتبقوا عاملين زي البنت الوحشه دي. ليه مش حاطه صوره في السي في بتاعي؟ لان السي في بتاعي كويس، مش عايزه ابوظه بصوتي. بريهان مأمون، خرب بيت حلاوتك، ذوقك بلدي قوي، هايله جدا حبيبه قلبي. انا حاسس ان انا في حلم بجد. وانا بلك ابوس. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ وسطك ده ولا وسط البلد؟ انا هجيب عيل اعمل بيه ايه؟ انا هعرف اربي حد؟ وانا اتربيت اصلا؟ لا انت فعلا محتاج تتربى. مسز لينا بتقول لحضرتك لو عايز تكلمها اتصل بعزرائيل. هو كوكتيل المشروب ولا الحفله؟ مش لابسه كده محتاجه. مبسوطه ان انا شفتك. I will call you. نو ما تقول على الشركه على الشغل على اللي فيها. عادي على فكره بقى هي اللي جابت البيبي ده لوحدها، قصدي يعني انا بس بساعدها في تربيته بس مش اكتر. ما تتكلم يا ابني قول حاجه. ما سمعتش حاجه دلوقتي. انا مش فاهم، انا بختار المجانين. هما ما بيبقوش مجانين بس حضرتك بتجنني. كلكم عمالين تسلموا على بعض وتحضنوا بعض وانا لا، مش كده؟ رماه. الله جاي لك يا طهره. <تصفيق>
ايوه بنتفرج عليه. ايا كان اعتقادك ان هو ملوش يعني مش مسلسل عميق المغزى، بس مسلسل حلو والناس بتتفرج عليه. خلينا نرحب بحفاوه ومحبه بمجموعه من ابطال العمل ده. اولا اللي معجبه به الشركه كلها وكمان معظم المشاهدات من الجنس اللطيف، رئيس مجلس الاداره مستر ادهم. حازم سمير الوحيد، او هو وحد تاني اللي شكلهم في الحقيقه هو اللي في المسلسل يعني، الباقي ما اعرفش عاملين في نفسهم عمايل. طيب خلينا نروح مع الجميله طبعا، بس اللي طلع في المسلسل بدور البرويه الغلاويه اللي ما تفوتش اي فرصه عشان تاذي الغلبانه هبه رجل الغراب، اللي بيقول عليها تيمور يخرب بيت حلاوتك، باري او ريم مصطفى. اهلا يا فندم. اهلا بيكي. اهلا وسهلا ريم. انا طبعا طول الوقت هتلخبط وعادي جدا ان هقول اسمائهم في المسلسل لانه احنا تعودنا على اسامي تانية. صح كده. طيب اما اللي الشركه شركه ايكو مودا ما تستغناش عنه ابدا، ولا عن خدماته ولا عن انجازاته ولا عن مراسيله ولا مشاعره الطيبه ولا عن افهاته الجميله، رماح. رماح الشركه حماده بركات. اهلا يا رماح. انا قلت هتيجي بالفيسبا يا رماح. انا قلت خفيف خفيف كده عشان الجو برد النهارده فبلاش. انت اهم واحد طبعا الشركه كلها ما بتستغناش عنك من وجهه نظري يعني الحقيقه. طيب معانا كمان نموذج للفنان اللي سلطته قويه في الشركه طبعا، بس الكل بيتعامل معاه بحذر لانه سريع الغضب كبير الموهبه، ما يتحملش ابدا 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 العك اللي بتلبسه هبه رجل الغراب، مصمم الازياء الشهير هادي او محمد سليمان. فين البونيتيل ولا القطه كلته امبارح؟ لا يا راجل. لا يا راجل. طب فين البنطلون المستردة؟ طب انا عايز اقول لك حاجه، انا قعدت سنتين بالبونيتيل، ينفع اقعد اكتر من كده؟ لا 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 اكتر من كده خاف عليك. طيب اما الحقيقه مزة المزز التي لا يختلف على اناقتها اثنين ولا على ادائها الانثوي اي حد، الموهبه اللي بانت وبزغت قبل هبه رجل الغراب، انما ظهورها في المسلسل ده واختلاف حتى ادائها عن النسخه الامريكاني والنسخه الكولومبيه والنسخه اللي واللي واللي، المسلسل ده اتعمل كتير، خلانا مش بس نحبها اكتر، خلانا نتاكد انه في جيل جديد له نمط ومقاييس هتغير حاجات كتيره في الدراما التلفزيونيه والسينمائيه. احنا معانا أشيك بنت في مصر. طبعا انا مستخبيه جوه دلوقتي. لا بس النهارده بجد هتلاقوها شيك ومزه المزز، هبه رجل الغراب او ايمي. معلش يا جماعه قبل ما نبتدي كلام انا محتاجه الكاميرا كده تجيبها تلت اب من تحت لفوق عشان نصعد الاناقه. اوه الجزمه بليز اول عشان التاتش ده فارق لي جدا. مبروك نجاحكم المذهل في البرنامج، ومش عايزاكم تزعلوا مني يا جماعه، غير متوقع او اكتر بكتير من المتوقع. قال لك في مسلسل كده بيعملوه بينتجوه، ده الكلام ده من فتره، من سنتين حته شويه ناس كده يعني حتى ما بقاش عارفين. صح.
وبعد كده تعرض على قناة مشفرة قالوا ده مسلسل حلو قوي. قلنا المصل المشفرين دول لهم يعني مقاييس مختلفة. لحد ما تعرض على واحدة من أهم الشاشات مصر كلها تفرج عليها وكان نجاح. لازم أولا نفرح لكم، ثانيا نسأل أسئلة كتيرة جدا. شكل هبة رجل غراب وصلت له إزاي؟ ماله؟ لا وصلت له ازاي؟ كيوت حتى ده كيوت. والله يعني وصلنا له بعد حبة حلوين يعني. بس هو اصلا حضرتك عارفه انه اجلي باتي حضرتك شفتي حضرتك بتتعبني جدا يعني. جيت لك انا تاني. هو يعني كان هبه عشان الشكل التقليدي الاجلي باتي الامريكاني او الكولومبي اللي هو الاصلي كان البريسز والشعر قصه وكده. فحاولت يعني افكر انا وخالد عزام كان هو الستايلست قعدنا نفكر انه ازاي نبعد عن الشكل ده عشان ما بقاش تقليدي وعادي. فقلت بدل البريسز احط اسنان. الشعر لو ليس اعمله منقوش. تحط اسنان ازاي بقى؟ رحت لدكتور السنان الحقيقه وعملت يعني دفعت فلوس كتير. لا اسمها بابا دفع فلوس كتير. صح ضربت من بابا فلوس كتير. بيركب لك عارفه لما زي السنان العاديه. عملت سنان يعني بنت ناس سنان و ايه ده تلبسيها يعني فوق سنانك وتقلعيها بعد التصوير. انا اول ما يتقال ستوب لاني شلته ومعايا. حتى تلاقي هبه دايما معاها كلينكس لان انا دايما تلاقي هبه دايما معاها كلينكس لان انا بشيل سناني بعد الستوب لاني ببقى هبله ولساني اهبل ومش عارفه اتكلم. انا بناتي الصغيرين طبعا من المعجبين جدا بالمسلسل وجم سلموا عليهم كلهم يعني سلموا عليهم كلهم بحفاوه ما شاء الله محدش عبر ايمي خالص. وبعد كده قعدوا فقلت لهم ما سلمتوش عليها ليه؟ قالوا لي مين دي؟ بس حضنوني. ما هو بعد ما شرحنا لهم ان انت هبه كان لازم كتالوج يا هبه يا ابني ولا بعد ايه هبه هبه مش يا هبه. فحاجات بسيطه حبوب حسنه نمش كده يعني. قعدت افكر لبس. طب والشعر ده نكشه شعرك بس ولا لابسه حاجه؟ دي باروكه يا ست الكل. لا والله شعر ده اساسا دي خيشه هي اصلا مقنفله كده. وبعدين بسم الله ما شاء الله ما ينفعش تتغسل لان لو اتغسلت هيبوظ. فانا كنت معفنه طول طول التصوير يعني قاعده بيها على نفسك. لا يعني الباروكه يعني لازم عشان خلاص هي دي اللي عجبتني فما فيش زيها تاني. فهي دي اللي انا عايزاها. ف طيب عايزاكي قبل ما هي ترد تحليلي شويه علاقه الناس ببيري. الناس طبعا مش طايقه الغل ونفسيتها الصعبه الجحيم دي بس بتحب كل المشاهد اللي فيها بيري. يعني يقعدوا كده ايه مستنيين ما تبقيش فاهمه هم مش طايقينها بس بيحبوها قوي. اشرحي لي كده قبل ما هي تتكلم. اولا بيري اعز صديقاتي اتفه واحده في اصحابي واكتر واحده بحبها مبدئيا يعني اكتر واحده بحبها صاحبتي جدا وانا وهي بنتخانق في التصوير وفي الحقيقه بس هي اكتر واحده صاحبتي. هتعرف هتتكلم دلوقتي هتشوفي شخصيتها اللذيذه شخصيتها البسيطه الراكزه. لكن ريم اول مره تمثل كان هبه رجل غراب. فانا بصراحه من الناس اللي شفتها انه برافو يعني ما شاء الله عليها في جرأة لانه ده 180 حلقه. انا اشتغلت كام فيلم وكده اول ما قالوا لي 180 ليه ده مهند ونور عاملين ايه دلوقتي يعني بقيت قلقانه. فهي برافو ان هي عملت كده وشكلها مستفز وهي مش كده خالص. هي جدعه وطيبه واكتر واحده صاحبتي وكل حاجه. بس البنت اللي كانت في الكوافير عشان احكي لك الموقف ده قالت لي ده البت بيري دي غلاويه لا مش كويس. قلت لها على فكره دي كويسه جدا يعني هي ما دام مثلت وانت قلتي عليها غلاويه يبقى هي ما مثلتش. قالت لي لا في حاجه مش والله. فده معناه ان هي برافو. فاتفضلي لي يا استاذه ليه صاحبتك بتقول عليه كلام وحش كده؟ مش عارفه والله معني طيبه معاها جدا في المسلسل وبره المسلسل. لا هو انا وايمي فعلا صحاب جدا بس نائر ونقير طول الوقت لان انا كل حاجه بارده جدا وهي كل حاجه بتاخدها على اعصابها ده في الحقيقه يعني. لكن في المسلسل طبعا الناس كلها عارفه ايه اللي بيحصل بالظبط. اول حاجه تمثليها خالص اول حاجه خالص بس شكلك مش اول مره يعني محترفه يعني. انا اقنعت نفسي اني بمثل من زمان يعني اول يوم داخله انت بتمثلي من زمان بس مش واخده بالك. لا والله وداخله على الاساس ده. والله العظيم وبعدين ابتديت اتعامل مع الموضوع ان انا داخله العب يعني انا ما بارده بس بارده دي بني ادمه بارده بس جميله زي جميله. ايوه بقول لهم انا طول عمري نفسي هي بتعمل كده طول عمري نفسي امثل علشان الحركه دي يعني نفسي اعمل حاجه اكشن. انا اول مشهد كمان ما بنساهوش كان مشهد الانترفيو
اللي كان بيني وبينها هبه وبيري داخلين يعملوا انترفيو مع بعض وانا ما اعرفهاش اصلا وشايفاها ما شاء الله قمر وشعر اصفر وانا بقى كمان مهببه في اول يوم تصوير وباروكه واسنان وانا اصلا مش ناقصه فقعدت قلت لهم ايه البت الوحشه قوي لو كل شويه يعني الممثله الجديده يعني وحشه جدا انت مالك وحشه جدا مالك وحشه كده بصراحه اقول لك على حاجه انت تضايقي اي حد اذا كان انا بتضايق بس انا في الاول لا تضايقي من حلاوتك يعني لا بجد والله الحمد لله قالوا لي ان انت ابتديتي قالوا لك تعملي وهم بيعملوا كاستنج اختبار للكاميرا عملتي دور لنبيله عبيد بالظبط كده شادر السمك على طول لبست اشارب وقمت مشهد من نبيله عبيد في شادر السمك بصي يا بيري لا انت ولا اصحابك هتخرجوا من الاستوديو ده غير لما تعملي حته من شادر السمك يا نهار ابيض يا نهار ابيض عايزه اتمسك ولا اصحابك يا نهار ابيض خلينا قاعدين احنا ما وراناش حاجه انا مرتاحه في القعده يعني وقولي لي طب على ما تتقمصي كده لازم تعملي لي حته كده شادر السمك نختمها في الاخر طيب هنتفرج على مشهد الانترفيو وانت تكوني حبيتي اسم حضرتك؟ بريهان بريهان مأمون هايلة جدا وحضرتك؟ هبة عبد العزيز النجار لا يا هبة يا حبيبتي خلاص يعني في التليفونات موجودة والصور انت مركز صورة طيب خلاص اوكي هتصل بيك اوكي بس يا فندم باي باي هو انت ايه يا بنتي ما بتزهقيش؟ مش كفاية اللي عملتيه فيه النهاردة عايزة منه ايه تاني؟ وبعدين خلاص يا حبيبتي تو ليت الميتنج اوريدي اتلغى فيها بيري مساء الخير اتفضلي يا هبه بيري يا صباح الفل اشرقت الانوار ايه ده انا اسف والله العظيم انا اسف بصحيكي بدري عشان تيجي تشوفي شغلك ما عنديش اي حق فطرتي طب لك فطار ايوه بس ادم هاتي لي دراسه الجدوى والتقارير الاقسام الثانيه من هنا من بره خدي وقتك يا بيري حضري الشخصيه كويس لحد ما اشوف مستر ادهم ايه انت تسبل لي ولا ايه انت بتسبل الشركه كلها خليني انا اتفاجئت لما عرفت ان انت اصلا يعني مونتير وبعد كده اتفاجئت اكتر لما عرفت ان انت قبل ما تبقى مونتير او بتاع مونتاج فني مونتاج او فنان مونتاج ان انت اصلا كنت مذيع لا كل ده كان مستخبي فين احكي لي قبليها كنت مرشد سياحي لا يا راجل قبليها كنت موديل اعلانات ليه انت عندك كام سنه حضرتك لا مش كبيره قوي يعني ابتديت من بدري احكيلي كده بالتسلسل التسلسل اعلانات وانا في الجامعه مع مسرح الكليه اعلانات ايه طب فكرني كده حاجات كتير قوي مسرح الكليه ودراستي ارشاد سياحي فكنت بنزل مرشد سياحي وانا في الكليه بعد ما اتخرجت جات لي فرصه اشتغل في القنوات المتخصصه مذيع قلت تمام انا بحب الحاجات دي كنت مذيع ايه مذيع برامج في النايل دراما فالنايل دراما كلها برامج عن المسلسلات وعن لقاءات مع مخرجين ومؤلفين ومنتجين قعدت سنه وما انبسطتش قوي بعد كده دخلت بقى في المونتاج وفضلت بقى كتير فضلت يعني انا اول مره يعني انت عملت شويه اعمال بس لفت الانتباه في مسلسل غمضه عين مع انغام ودلال بحيري كان كمان المسلسل كله كان حلو وانت كمان كان دورك متميز فيه الحمد لله مخ الانسان ده متقسم مناطق في مناطق بتتحكم في الذاكره ودي اللي اتاثرت بالحادثه في مناطق تانية مش بالضروره تكون اتاثرت ومنها اللي بيتحكم في المواهب زي القرايه والكتابه والرسم والحاجات دي يعني انا ممكن ترجع لي ذاكره في يوم من الايام يا دكتور انا مش عايز اديلك امل يا ليلى وما يتحققش بس في نفس الوقت مش عايزك تياسي يعني ايه يعني الامل موجود بس مش كبير طيب وايه بقى مستر ادهم ده يعني هو ده طيب ولا وحش ما هو ادهم مدربك كده في بعضه ادهم في الاول انت بتبقي شايفه ان هو يعني ليفل معين شركه بابا بتاع بنات مودلز مش عارف ايه بعدين تبتدي تكتشفي بقى مع الاحداث ان هو مش كده هو فاشل في الشغل بس هو طيب يعني هو عنده حاجات كتير وحشه بس هو في الاخر بني ادم طيب لا انت يعني بينك وبين نفسك قلت انا همثل واحد همثل واحد شرير ولا واحد طيب انت من جواك لا هو ولا شرير ولا طيب هو بني ادم طبيعي عنده ده وعنده ده
عنده الشر وعنده الطيبة. بس الشر اللي عنده ممكن في أوقات بيبقى زيادة قوي، بس عنده ضمير. يعني دايما أدم بنشوفه مع فريدة وهو برضو مش عاجبه اللي بيعمله مع فريدة بس مصلحة. واللي بيعمله مع هبة برضو مش عاجبه بس مصلحة. يعني حتى مازن بيقنعه كده، بيقول له الشركة هتروح. فهو عنده ضمير يعني، هو شراني وعنده أفعال شرانية كتير وبيغرق الدنيا وبيأذي هبة وبيأذي فريدة وبيأذي الناس. بس في الآخر عنده يعني عنده ضمير، لسه بقى في أحداث تانية. انت مش فاهمه كلامك ده بيعمل فيا ايه. تديني قوه واقفه، وقفتك جنبي دي تساعدني جامد قوي، هي اللي مخليني اعرف اعدي اليومين دول. هبه تاني يا هبه، هبه ايوه انت سرحت في ايه يا هبه؟ لا ولا حاجه يا فندم، سوري. رايحة فين يا بابا؟ حضرتك كنت رايحة الحمام. طب اسمعوا بقى، أنا هقول لكم الكلام والكلام ده متوجه للكل، ويا ريت ما تضطرونيش إن أنا أعيده تاني. من النهاردة مش مسموح لأي واحدة فيكم تتأخر بعد البريك. إلا هتتأخر ما تجيش، ويا ريت ما أشوفهاش في الشركة تاني. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اتفضلي على الحمام. أستاذ رماح. أهلا وسهلا. حاسين كده إن أنت طيب، دمك خفيف. ده كانت مكتوبة الشخصية كده ولا انت زودت عليه؟ لا الحقيقة هي كانت يعني متأسسة كده شوية ان هو رماح مش كده قوي يعني. طبعا شريف بدر الدين عامل على الورق، عامل الشخصيات كلها مختلفة وكلها لها خطوط يعني وتاريخ للشخصية. انا حاولت أسس شوية فكرة الطيبة لانه حسيت ان هو يعني مش متوائم شويه معانا هنا في مصر، ان هو يحب واحده سلوكياتها مش مظبوطه شويه. فحسيت خفت على رماح، لان انا حبيت رماح جدا. فحسيت ان انا حاولت اعمله طيب شويه، زائد يعني دمه خفيف شويه، زائد ان هو يعني يبقى فيه شويه تفاصيل كده تقربه شويه للناس. يعني انت قلت لي اول ما تقابلت مع ايمي في مشهد سدت نفسك. لا ده ايمي دي علاقه غريبه بيني وبين ايمي. انا ايمي يعني ايمي اعرفها من فتره شويه، كنت شغال مع الاستاذ سمير غانم في مسلسل. صغيره صغيره حلوه كنت صغيره كده من المدرسه. وكانت بتجينا زيارة. ما هي برضو ما هي هتقول لك برضو حضرتك زي ما تقولي حضرتك. قالت لي والله حضرتك. قالت لك حضرتك. فاجئتني. ده هي قضانا بقى. بس فهي لطيفة جدا طول الوقت معايا وكده. فأول يوم تصوير بعمل مشهد كده معين، لقيتها بتقولي بقول إفيه مفروض إنه لطيف، لقيت الناس الفنيين بيبتسموا. قالت لي بس ده تقيل قوي. ليه سدت النفس؟ واول يوم اول يوم يعني التمثيل العذر يعني ما قلتلهاش كده، بس لقيتها بتقول لي تقيل قوي. انت تقيل قوي ايه يا عيني؟ ليه كده يا عيني؟ ليه كده؟ ليه ده احنا لسه بنقول يا رماح. ليه قلت له كده؟ ليه قلت له كده؟ لان انا بخاف، انا على طول كده، انا اي حاجه اخاف. هو حتى حماد عارف الشخصيه دي، ان انا ما بعرفش استظرف غصب عني او بخاف اي حاجه، فبمشي جنب الحيط. فحماده جريء، ودي حاجه حلوه فيه. يعني هو صح، انا يعني ممكن يبقى فيه حاجه صح وحاجه، هو جريء ممكن يقول الحاجه جت يعني، يجرب حظه ويهزر وبخف الدم. بس انا عشان بخاف فانا بحبه جدا، فخايفه عليه برضو. فخايفه تبقى فيه حاجه تبقى تقيله اوفر يعني، تبقى فيها ممكن ما تبقاش اوفر، بس انا حساسه بزياده يعني. بمشي جنب الحيط جدا. بس انا هقول لك، انت قلتي الكلام صح. هو صبغ حتى كل الافيهات بطريقته، ان هو حتى بيقول حتى انا بقول افيهات رخمه بس احنا بنضحك. ويبقى قصده يعني كمان ان هو يستظر يعني. برافو ان هو ياخد السكه ان هو كمان بيغلس عشان برضو ايه يبقى في الامان يعني. انا اساسا غلس الشخصيه، وده حلو وده صح. ان هو الشخصيه بتستظرف، فلو الناس قالت هو الشخصيه بتستظرف هو ده صح. فلما عملها بالشكل ده انا شخصيا ضحكت لما اتفرجت وقلت ايه طب انا قلت له تقيله ليه؟ كان حلو. كان مشهد ايه بقى؟ كان بيقول لك ايه؟ اتفضل اتفضل يا برنس. اتفضل يا برنس. هي بتزعلي في الخير شويه ايمي بس. معلش. لا هو كان مشهد كده في بدايه الحلقات، المفروض ان انا النضاره بتاعتها هي وقعت على وشها واتعوجت خالص. المفروض ان رباب بتطلب مني رمحتي وبتاع اعدل لي النضاره دي، فجت لي على الوجع عينيا رمحتي تعالي، فخدت النضاره وصلحتها.
المفروض النظارة مكتوبة على الورق ان النظارة دي كعب كوباية، المفروض ان انا اصلحها، وباجي لابسها من الكريدور كده مش شايف حاجة خالص، فبمسك في مستر ادهم. فطبعا النظارة ايميا لابساها خفيفة خالص، عدسة شفافة عادية جدا يعني بقى عادية. فاضطريت ان انا اشوف لها معالجة كده، ان انا اقول لها انت فين يا رباب، انا هنا مش عارف حاجة كده. فهو ده بقى، والحمد لله طلع لطيف يعني. شويه هي منفسنا عليك شويه 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 كتير الحقيقه. بس انا ليه ماشيه بالنضاره عامله كده كتير؟ شيخ النضاره ايه تعبان، عايزه اروح انام. طب هاتي كده. لا 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 يا رباب والله بجد ما بشوفش من غيرها، وتعبانه وعايزه اروح. ده رماح يصلح لك في ثواني. طيب رمحتي؟ ايوه. ممكن تظبط النضاره عشان هيبقى وتيجي بسرعه؟ اوكي يا فندم هاتي. معلش يا رماح. شاص حرام عليكي والله يا رباب، تعبانه يا بنتي. ده في دقيقه هو هيروح يعمل 100 سنه في ايه؟ يا رباب مش بوسطة جات لي النهارده ولا ايه؟ لا حضرتك مفيش. ايه؟ لا حضرتك مفيش. طيب صباح على خير. حضرتك من اهل وحنين. من اهل. يا رباب ما بحبش الهزار ده، انت بتزغزغيني ليه؟ يوه بغي بس اسكتي. ها ايه ده؟ حلوه؟ حلوه. اقلعها بقى بدل ما تتكسر منك. بس خليكي في نفسك. جهاد انت فين يا جهاد؟ انا هنا يا سلامه، انا هنا يا سلامه. جهاد ايه يا ابني اللي انت بتعمله؟ ايه العبث؟ سلامه تشوف يا باشا، انا اسف دي نظاره هبه بس كنت بقى. ايه طيب هادي مين اللي رسم الملامح؟ ومخفت شويه من الشخصيه دي اللي هو طالما انت بتقولي لي يا هادي يبقى انا. هادي لا انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن الشخصيه. اتفاجئت، عملوا معي انترفيو طويل قوي وقعدنا نتكلم، وحسيت ان هم بيلفوا ويدوروا كتير قوي، مش عايزين يقولوا لي الشخصيه. فقلت لهم ايه بقى؟ انا افتكرته دور شرير. وبعدين طلع قالوا لي هو حد سبيشال شويه. فهمتش. ففين وفين على ما اتكلمنا في تفصيلات الشخصيه وعرفت ان هو حد ستايليست وبتاع ازياء و و و فنان زياده عن اللزوم يعني. فنان خالص بيفن على نفسه. وبعدين في زي الشباب كلهم، كل واحد اخذ الدور بتاعه وراح بيه في حته ثانيه. شريف بدر الدين عمل تمصير رائع للورق بصراحه، شابوه. لكن فعلا كل واحد فينا اشتغل على الورق، على الشخصيه بتاعته. من ايمي لا حازم. يعني هو ده كان شعرك طويل ولا انت مركز؟ شعري كان طويل. شعري كان طويل، كنت مرتبط بيه في دور تاني في مسلسل تاني. كنت عامل رسام، فكان راجل طبيعي طويل. يعني كان مرتبط براجل طبيعي صحيح. فكان شعري طويل، فاستثمرنا الشعر الطويل وسبته يطول اكتر لحد ما لا بس انت ابدعت في الدور. انا حسيت بايه؟ انا حسيت ان انا عرفت مفردات هادي. اوكي. يعني اتفقت مع نفسي على مفرداته، على حركه ايديه، على حركه ايديه في وسطه، على طريقه كلامه، على اتيتيوده مع الستات. يعني وهو بيتكلم مع ستات بيبقى فلان ده هيعمل ازاي وهو بيتكلم مع بنت. خلينا نشوف هادي كده. ياكي ياكي ياكي، مش ده اللي انا قلته؟ عليا سامعك يا عليا، انت فين؟ انا جيت. كنت بتعملي ايه كل الوقت ده؟ كنت بتغدى. اوكي. عايزك تاكلي سلطة كتير اليومين اللي جايين، لونك مش عاجبني. شفت الديزاين بتاعي عليه؟ علشان كده كان لازم اتاكد من كل حاجه بنفسي عشان ما نكررش الكارثه بتاعت الكولكشن اللي فاتت يا عليا. عليا فين البولي رول بينك؟ عندك هناك في صندوق. هو في ايه يا عليا؟ هو انا مش قلت 100 مره البولي رول يتعلق مع الفستان؟ انا لو اشتغلت على النيو كولكشن بتاعتي بالفابريكس دي او الفانش هنقرض. جسمي بيقشعر اول ما باجي جنبه. بعدين عارفه صوت، عارفه صوت ضفرك لما يجي على حته حديده مصديه بيبقى عامل ازاي؟ ده بالذات تبعدوا عنه خالص، اياكوا يقرب جنب واحده فيكوا. This is the perfect nightmare لاي موديل في الدنيا، الولف المفترس اللي بتشوفه في الناشونال جيوغرافيك. انتوا يعني عندي حس ان انتوا بتالفوا، مش بتالفوا يعني، كل واحد بيقول زياده عن اللي مكتوب. ده كان مكتوب الكلام ده؟ كان مكتوب حاجه عن ان الفابريكس الضفر بيمشي على الحرير فبيعمل صوت. فالمهم خرجنا بالصيغه ديت. الورق كل واحد فينا ما زودش،
بس كل واحد قاله بالطريقه بتاعته. يعني ما كانش في حد عايز يقول كلام كتير، بالعكس انا في كلام كتير احنا مش قادرين نزود. هو ده السؤال. 90 حلقه انتصرتوا 90 حلقه صح؟ الحمد لله. هو هيبقى فاضل اسبوع تقريبا والمسلسل الجزء الثاني يخلص يعني ان شاء الله. ال 90 حلقه دول تصوروهم في قد ايه بقى؟ سنتين. صغيرين وكبرنا سنتين يا ست الكل. سنه ونص. انتوا بتتكلموا بجد؟ دخلنا في سنتين في الاخر يعني. حسيت ان احنا نوفمبر 2012 سنه ونص، خلصنا مايو 2014. احنا ابتدينا اصله نوفمبر 2012 وبعدين وقفنا بقى كتير، الاتحاديه، الاحداث اللي في البلد، 30 سنه، حظر التجول، حظر التجول، فض ربع، يعني كل ده عدى عليكم وانتوا بتمثلوا. كل حدث كان بيحصل كنا بنقف على الاقل شهر. كنتوا قادرين تمثلوا؟ ده كانت ايام صعبه قوي. انا بصراحه كنت بحط تلفزيون في الاوضه وزمايلي اصحابي حبايبي بيشرفوني، نقعد بقى ونتوتر ونعمل وننده الناس بقى، يعني مش عارفه اعمل حاجه تانية يعني، حاطه التلفزيون ومتابعه، اخلص مشهد ونطلع نيجي الاقي المخرج استاذ ياسر زايد كان هو بيجي جاري في الاوضه، ايه اللي حصل في ال ها طب وايه اللي كده متابعين يعني مع بعض. لا وكنا صغيرين وكبرنا، صغيرين يعني في مراحل نمو مرت علينا، اللي اتجوزت واللي خلفت واللي طبعا يعني انا دنيا اتخطبت واتعرفت على رامي واتخطبت له واتجوزت وخلفت كايلا وانا بصور في يعني قعدنا كتير. بس عليها حاجه تانيه، عيب يا بنت. لقيناها طالعه لنا كده من الاوضه اتخضينا. كل اللبس وسعته مع شكل هبه يديكي ده. الله يا جماعه وبتها الاخبار عندها مطبخ تحت السرير. انا حاسه كده ان انتوا كلكم بقيتوا اصحاب. المنظومه بتاعت المسلسل نفسها مظبوطه. ياه ده كان عليا حاجه تانيه خالص. بس معلش يا جماعه بريك دقيقتين بس، قلت لي يا استاذ مش تقول من الاول، كنا قمنا خطفنا العيش. اصلا في الحياه دمك خفيف قوي يا ايه. خلاص بقى يا استاذه بقى. هاي يا هبة. هاي يا جماعة، إيه اللمة الحلوة دي؟ كلكم كده بربطة المعلم؟ هبة إنتي عاملة إيه؟ الحمد لله كويس. طيب مش هتقولي لنا إيه سر التغيير المفاجئ ده؟ هقول لكم على الغدا بقى. عايز أقول لك على مشهد اللبس اللي جه من كام اسبوع كده الازرق ده، لما انت حاولت تعملي نيو لوك. لا والله العظيم لازم. لا استني بس، انا عايز اعرف فعلا جبتيه منين اللبسه الازرق ابو وردات والستريتش والشعر البتاع ده؟ عندي صوره هوريها لحضرتك برده، هي الصوره فيها لبس، ده لبس مامي في صوره. لا 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 انت فاهم جد والله. ما هي لا 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 والله العظيم لبس مامي والله. ده الطقم ده الازرق ده لبسته قبل كده؟ ده فيلم اسمه امرأة وامرأة. كذابة. عيب بقى. ما صدقش ابدا على دلال عبد العزيز. امرأة وامرأة لدلال عبد العزيز والاستاذ صفية العام. ده 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 دلال عبد العزيز. بس عليها والله في الوقت ده كانت طقم الشياكة، كان طقم الشياكة وعاملة شعرها الست وكانت، لكن عليا حاجة يعني سكر. انت والله العظيم انا قعدت اقول هو عندهم ستايلست فظيع بقى يعني. هقول لك قصة الستايلست. هو فعلا ستايلست فظيع. رسم لي رسمة اما كنت بظبط معاه الباروكه والحسنه، رسم لي رسمه اللبس التسعينات والثمانينات، شويه من ده شويه من ده. البوليت. ايوه. والحاجات كده مفنكشه كده وحاجات كده والشنط والجزم اللي بوز على فكره لما بتتريع على لبس التسعينات بقى كلها كام سنه بس هتلاقي الناس بتتريقوا عليكم انتوا وعلى لبسكم. تقول لي بقى الليجنز والجينز. لا لا ليه والستادز الحاجات اللي بتلبسوها دي اللي طالعه من هنا حاجه هتبقى بيئه في ثانيه. فهيجي لكم يوم قريب جدا هتتريقوا عليكم. اهو برافو. اهو بس بصي حتى بس الزراير موجوده بس عليها حاجه ثانيه خالص. عليها طبيعي. لا عليها حلو صدقي، لان احنا بنتفرج على الزمن يعني. قلت لي الفيلم اسمه ايه بقى؟ امراه وامراه ودنيا كانت بتمثل فيه وهي صغيره طفله. ده كانت دنيا لسه في المدرسه كده طفله راحت عملت. انت قضيتي على العيله كلها. بقى يا ماما طلعتي شكل. ليه؟ رايحه
ان انا مكلفه دماغي الليله دي بالشيء الفلاني ومزاجي عالي العال. ازاي كده يا جماعه؟ ازاي حلوه على دلاله عبد العزيز؟ ايوه ما هي حلوه. ده كان قاتل. انت اول ما طلعتي قلت ازاي ابدعه في قاتل فعلا. هي ما شاء الله مامي قمر الله اكبر جميله. المشهد اصلا يعني الخضه دي كانت موجوده بره قبل ما نخش جوه المشهد. اه طبعا يعني لقيناها طالعه لنا كده من الاوضه اتخضينا. اصل قعدت افكر اعمل ايه. انا شفت الامريكاني في الحته دي ما شفتش الكولومبي بصراحه. شفت الامريكاني وشفتها كانت عامله حاجه كده في شعرها ما يعني ما انبهرتش بصراحه. اوفر ما عجبتنيش. فقلت لازم اختلف بقى. فقعدت افكر وقعدت اعمل كده فلقيت في حاجات شكلي فيها كان الشعر ده وهو كده لقيت نفسي كيوت. فقلت طب اضرب كده ام كلثوم استقمع اللي عامل ايه. فلغايه ما وصلنا بقى للشيء. طب اسالك، وهي دلاله عبد العزيز ما بتزعلش كده وانت عملت التريقي عليها رايح جاي وعلى لبسها؟ يا استاذه لبسها بيشتغل، ده حاجه حلوه يعني ده حاجه حلوه يعني ما اتركنش في الدولاب. ليه فايده يعني؟ مسلسل ما شاء الله ناجح واستفدنا وعمل. لا بكلم بجد والله يعني والله اكيد هي ام وتحب لك تحب لبنتها النجاح. بس ما تزعلش ان هو بصراحه ساعات بتقول يا ده كان عليا حاجه ثانيه خالص. بس يعني بتروح قايله البق ده. لكن هي بتساعدني دايما لما اجي اقول لها مامي انا عايزه تقولي ده عندي ده كنت بلبسه زمان فعلا. يعني تلاقيني مثلا لبست انا حاجه فتقولي ايه ده عندي، ولما اجي اجيبه لكم تقولوا لي ده ادم وده. وانا اقول لها يا مامي لما بتجيب لي حاجه ايه ده يا مامي ده انا هلبس البايات ده رجع البايات. يعني مثلا معلش اولا يعني مش بس محبه شخصيه لدلال عبد العزيز. اللي بيفهموا في التمثيل لازم يعرفوا انه الممثله دي وصلت لدرجه من النضج والموهبه اللي يعني ما ينفعش غير انه تحيى عليها. مش بس حاجه شخصيه لا يعني بس حاجه مخضرمه كده واحده بتفهم الشخصيه سواء يعني انا بتكلم على الناحيه الفنيه حاجه عظيمه جدا وطبعا الناحيه الانسانيه اسمع عنها كلام عظيم الحمد لله. بس بقى بعيدا عن الجزئيه دي تقول لنا طقم ايه اللي من دولاب دلال عبد العزيز عشان احنا هنعمل كده زي عرض ازياء نجيبه من هبه. اقول لك على حاجه انا ممكن اقول لك اللي ايه مش لبسها ده اسهل لي انا من كتر ما هو كله لبسها. لا قولي لي ايه اللي لبسها دي تفصيل كله لبسه. في رحت مع مستر ادهم اللي فيه ورد مش عارفه اقول عليه ايه بقى هو طقم شياكه كده. طقم شياكه البنطلون بالبتاع فيه ورد كده فلاورز كتير ابيض في ورد وراحت معاه الكباريه ده ورقصت معاه ده يوم الكباريه كل الكباريه كل الكباريه مامي كل لبس الكباريه اللي رحت معاه فيه. طبعا الازرق ده مامي في فستان اسود كده ضيق كده. على فكره انا عايز اقول لحضرتك حاجه كمان. انا بقول لك يا مامي بجد برافو ان هي ارفع مني كانت. انا دلوقتي تخينه لان انا كل اللبس وسعته. ده صدمني وهي بقت قاعده. عيب يا بنتي عيب. ده انت كنتي انا كنت هنا اصغر منك بسنه اكبر منك بسنه وكنت عيب فعلا ما شاء الله كانت رفيعه. انا لبس كله وسعته يعني ما صدقتش يا مامي انت كنتي حجمك اصغر مني ليه. وهي كمان ازاي تحتفظ باللبس ده؟ هي مامي ما بتحبش ترمي حاجه ولا مامي ولا بابي ولا دنيا يعني هم في انا شويه في عيب. لكن هي مامي بصراحه ما شاء الله عليها بتحتفظ بحاجاتها كلها. فبقيت خالد عزام يفتح الشنطه ويلاقي بقى التيكت بقى حاجات نظيفه يعني اللي في القفا كله حاجات نظيفه. يقول لي ده فون سيفون ده من لان هو برده ابن ناس عامل زي هادي كده فاهم. لا يعني بيفهم في الحاجات. لا يعني فن يعني عارفه الناس اللي هي اللي بتفهم قوي في الحاجات اللي فهو ما شاء الله شاطر جدا وفاهم الحاجات فعارف الماركات بتاعه زمان. يقول لي ده كان زمان كذا. فلقيت ان هي فعلا حاجات نظيفه مش حاجه بيئه يعني مش جايباهم بيئه او حاجات غلط. الاذواق بقى بتاع السنين. فلمع شكل هبه يديكي ده بس هو في وقتها كان نظيف. فاخدت بقى وجبت الحاجات وتمام. طيب التجانس اللي حاصل في المسلسل ده صعب قوي انه يبقى تمثيل يعني صعب قوي ان انتوا عشان بتمثلوا فموظفين مع بعض او مجلس اداره. انا حاسه كده ان انتوا كلكم بقيتوا صحاب جدا ولا ده جداً. من كتر ما انتوا شاطرين في المسلسل. عايشه برضو يا استاذه عايشه يعني هم بس احنا كنا متقسمين يعني الاستوديو كان متقسم اوضه ايمي هي اوضه الاخبار في التلفزيون وريسيفر ومتابعين الاخبار نجمه بقى قهوه اللؤلؤه في هنا قهوه اللؤلؤه
يعني ايه قهوه اللولو؟ كان في مطبخ تحت السرير. عندها مطبخ تحت السرير. تعمل قهوه ونوتيلا ويعني وبين باك بقى ودهن الاوضه ومعلقه تابلوهات وجايبه الكفر بتاع السرير بتاعها ومخدتها عامله جو كانها في بيتها عشان هي اول مره تمثل ما ينفعش تعيش الحياه دي. هي الفكره عايشه هناك خلاص انا بقعد هناك اكتر من اي حته ثانيه فخلاص يلا يا جماعه ننبسط. انا جيت اقترحت قلت له تعالى نفتح الاوض كلها على بعض بقى نحس ان احنا عيله واحده. لا وعملت الحيطه ودهنت الاوض هي يعني حسوا ان هم في بيتهم يعني يعني والاوضه عندي بقى اوضتي انا ومازن تامر يسري. فدي ابتدينا اول ما ابتدينا كان في بلاي ستيشن وتلفزيون خلصنا في الاخر ان في 2 تلفزيون و2 بلاي ستيشن ودراعات كتير جدا وبطولات يعني فكان في كنا مقسمين انت الاخبار انت الشاي والقهوه انتوا الترفيه البلاي ستيشن بالظبط انا شله الضايعين على طول. لا دي حقيقه في شله الضايعين البنات اللي هم الموظفات دول انا زي ما بالظبط في الخدمه بجد ولا بتتابع؟ لا دي حقيقه والله كنت بقعد 12 ساعه و15 ساعه في اللوكيشن ممكن اصور مشهدين ثلاثه على حسب الظروف ممكن ما اصورش عادي يعني وصلت لمرحله ان انا كان عندي نزله برد شديده جدا جدا مش قادر انزل وكان لازم انزل التصوير بعتوا لي عربيه نزلت بالبطانيه من البيت كده والله العظيم ده حصل ورحت اللوكيشن بقيت اشيل البطانيه واقوم المفروض ان انا ابقى رماح بقى بتاع يلا يا جماعه وبتاع فين ده بقى مش قادر جسمي كله مش قادر يلا يا رباب مش قادر هموت فطبعا بتعمل كده ومفيش الصوت بقى يلا يا رباب ايه لهم يا حمد علينا لما كنا بنصور المشهد والفجر بيدن كان في يوم طولنا فيه قوي حوالي 20 ساعه 20 ساعه تصوير وايمي قاعده ماسكه الموبايل بتسمع مش عارف ليه كده ولابسه النضاره ولابسه النضاره انا حاسه ان هي شخصيه الموبايل الموبايل ده على طول معاها لا وراديو شويه راديو ترانزستور راديو ترانزستور تلاقيها عندي راديو اللي هو اللي بيطلع بسمع اذاعه اغاني قديمه شخصيتي كده هي شخصيه عجيبه ده بجد والله شخصيه عجيبه ايمي عظيمه وعجيبه والله شخصيتي غير غير كده مش تافهه قوي يعني يا استاذ بس في عمق في عمق بحب الحاجات القديمه فقاعده بالراديو يعني كده مع نفسي وبعدين قاعدين قرب الفجر خلاص الفجر داخل علينا والمشهد عمال المخرج يرسم الميزانسيه وبتاع قعدنا كتير مش عارف ايه يظبطوا لمبه يعملوا مش عارف ايه فقاعده ايمي عماله تقول له يا استاذ وهو مش مركز معاه فقال لها طب معلش يا جماعه بريك دقيقتين بس قلت له يا استاذ مش تقول من الاول كنا قمنا خطفنا العشاء ايه الشخصيه العجيبه دي خطفنا العشاء ايه بالنضاره والحسنه والحبوب اللي هنا وقاعده بالترانزستور يعني مش بطلة عمل ابدا ابدا ليه بتوقف سؤال كده ده هو يرد لك اللي قلتيه لا هو بس حلو ان الواحد يبقى طبيعي حلو الواحد يبقى طبيعي وجميل ويسمع اغنيه قديمه ويضحك ويهزر ويصلي العشاء أيوة. حاجه لطيفه جدا والله صلي العشاء الفجر لا ايمي الفجر جدا مستنيه مش عايزه قبل ما يفجر جدا كنت خطفت العشاء فعلا طيب انت فعلا وانت صغيره كنت برضو كده لا مش هقول يعني كنت يعني اصل في بالذات في المدارس الاجنبيه دايما يقول لك ايه في العيال البوبولار قوي اللي هم اطفال كده يبقوا معقدين اصحابهم وفي ناس اللي غلبانين في نفسهم يعني او مش شوي في المدرسه صح. يعني انت كنت من النوع الثاني اللي هو أنا من النوع اللي مش شوي اللي قاعد لوحده اللي ما بتقعد في الكلاس ما بنزلش بريك ساعات كده بخاف كنت طفله كده شويه عشان كده انا هبه دي قريبه مني بحبها بس الحمد لله ما كنتش وحشه كده بس يعني كنت حاطه بريسز ده اولا انت كنتي حتى قعدت بيه سنين عندك صوره بالبريسز يا ايمي مش عارفه ما عنديش انا بقى مش قادره ابص لها بس في يعني في الانترنت يعني تلاقي بقى كده سلك كده بس كنت بالبريسز بس كنت دنيا اللي كانت في المدرسه ام قوي تيجي تعدي عليا في البيت محتاجه حاجه اجيب لك ساندويتش ام قوي كده كده لكن انا هي اكبر منك بكام سنه سنه واحده بس هي ام من وهي صغيره يعني بس انا وانا صغيره كنت هاديه جدا بقعد لوحدي في المدرسه ما بحبش انزل بريك لاني ما بحبش حد يزقني في البريك كان في بقى عارفه الولاد اللي بيقعدوا ينهجوا دول في البريك ويزقوا زقين البنات انا كده ابعد عنهم ايوه بس انت شكلك
كنت شقيه جدا بالاداء ده خالص. ده انا بقيت شقيه لما كبرت يا سلام. والله العظيم كنت هاديه جدا والله. لا يعني يعني شقيه من كام سنه يعني وانا في الجامعه مثلا يعني. لكن انا هاديه جدا وكنت بخاف انزل البريك عشان لما بيقعدوا لان مره مثلا ياخدوا مني زمزميه الاقيهم بيلعبوا بالغطا الزمزميه فانا ايه بحب حاجتي. عارفه البنت اللي قاعده بتحب حاجاتها؟ انا بحب حاجتي ده بتاعي. هي ريم عارفه انا بحب حاجتي لغايه دلوقتي. طيب احنا بعد الفاصل هنرجع لابطال هبه رجل الغراب بروحهم اللطيفه اللي مش بس في المسلسل واضح ان هي كمان كانت موجوده ومع الشاشه في كواليس المسلسل. تشحططيني وتجيبيني من على الصحراوي من وسط المزارع بتاعتي واجيب الموتوسيكل بتاع الجنايني وافضل احط لك بنزين في الشارع؟ ده اسمه كلام؟ كان اخر مشهد في المسلسل كله لو مثلت هيجي لي ده لان انا بحب اقلي باتي. انا اصلا بسنان فلوحدي فحطيت سنان فبقيت كده. ما تعرفيش ده ايه مين هادي ده؟ شغالين على الورق منظفين الحاجات الرخيصه بتاعتك دي الحاجات التافهه. اول حته طلعت وبعدين لقينا نجيب المؤلف كده تعالى يا برنس وقول لنا بقى انت ايه ظروفك؟ طالما انت بتقولي لي يا هادي بقى انا ايه الحلاوه دي؟ هبه كل شويه هبه هبه احنا قاعدين في الشركه ولا سوق خضار؟ هي فين؟ فين؟ اطلعي اطلعي انت تحمدي ربنا ان هادي محتاجك في الشغل والا كنت رفدتك النهارده. انا مش عارفه انت ليه بتعمل معايا كده يا ادهم. هو انا لسه عملت حاجه؟ ايه الشوكليت دي؟ انا جبتها لحضرتك. هاي باري عامله ايه يا حبيبتي؟ هكون عامله ايه؟ مفلسه ومكتئبه ومش طايقه نفسي وعندي ديون قد كده مش عارفه اعمل فيها ايه. انا بقى هظبطك في خروجه اجمد منها. لا 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 ما تبصليش كده ده انا لسه قابض ومظبط حالي. اهدي كده. تحبي نروح مكان نكمل كلامنا ونشوف حل للموضوع ده؟ ماشي. انا هجيب حاجه من الكاتوك واجي على طول. يلا يلا بيبي يلا. اكتر حاجه ممكن تهز اي واحده لما تلاقي الراجل اللي بتحبه بيقول لها انه محتاجها جنبه وان هي الوحيده اللي هتخليه يحقق المستحيل. ادهم شايلني همه واستأمني على نفسه صارحني إن وجودي جنبه هيفرق معاه. جايز هيفرق معاه عشان الشغل بس أكيد هيفرق معايا عشان قلبي. عمره ما هيشوف حد غيره. طيب احنا طبعا هيبقى في شويه كلام جد في موضوع هبه رجل وراب لانه في شويه محاور كده المجتمع بيتكلم فيهم ودخل فيها شخصيات كبيره بس ده على جنب بعد شويه. انا عايز اسالكوا هو كل البنات اللي بيمثلوا في المسلسل ده كلهم تحس انهم كلهم موديلز بمعنى اجسامهم حلوه قوي رفيعه جدا دول موديلز ولا ممثلات بخلاف الوجوه المعروفه يعني؟ لا ممثلات يعني. الموديلز كانوا الموديلز هم اللي كانوا بيجوا يعملوا الكات ووك يعملوا العرض بتاع الازياء بتاع هادي انما غير كده كله ممثلين. كل الموظفين اللي في الشركه دول ممثلات بس اجسامهم حلوه. موظفين كلهم ممثلات كله. يعني ممثلين معروفين انا افتكرت اولا قلت بيري دي اكيد موديل مثلا عشان رباب في شويه شخصيات كده قلت دول جايبينهم اصلا من عالم عرض الازياء. لا. ده كله مش مظبوط. لا لا كلهم ممثلات. طب ودول يا امي ما بياكلوش ولا ايه؟ انا مش عارفه والله يا ستي كل دي حاجه بسم الله ما شاء الله. لا يعني بجد ازاي رفيعين كده؟ لا هم رفيعين ولا وبياكلوا يعني ما شاء الله بياكلوا عادي زينا كده. انا عندي صديقتي بتاكل ما شاء الله وكويسه. لحظه الناس تفتكر ان انا بقول هسيبها هي تتكلم عن نفسها وامجادها. انا بحب الاكل جدا بحبه بطريقه مش عاديه مستحيل اصدق والله بحبه جدا وبتضايق لما بشبع ما بحبش اشبع لو اكل عجبني. بتزعل 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 بجد. انت كام كيلو يا استاذ؟ يعني انا تخنان على فكره دلوقتي يعني انا حاليا 63. لا هي بقى بق تخنان انا بقى بيضايقوني الاقي بقى ايهام حجاج ده على فكره ده اعلى وزن قوي مش عارفه اقول لها فين يا ماما ده تغوريم تقولي بس انا ما بعرفش اعمل دايت. اللقطه دي مش موجوده في قاموسي ما بعرفهاش. جعانه لازم اكل خلاص ده اللي انا اعرفه لكن دايت واصل باخد دايت سويت دي ملكه الرنجه الاولى ما شاء الله عليها تحب المحشي زي يعني احنا اول يوم طلبنا رنجه بريك كلنا هناكل مع بعض
فلسه ما كناش فكينا مع ريم برضو قوي يعني، فلقينا ريم جايه من بعيد، فانا انا وتامر بصينا لبعض وجايه بقى بكعب وبتاع وجايه لنا كده، فانا قلت لتامر كلنا منظرنا طبعا مين مذبحه رنجه ناكل بايدينا فريم جاي قلت له احنا شكلنا وحش قوي على فكره وهي جايه قليطه جدا انتوا بتاكلوا ايه؟ وادائها يعني يمشي يخدع يخدع الشعر الاصفر ده وكده كده اول حته طلعت وبعدين لقينا وهذا اللي هناك ده بيخبي البصل اللي هناك ده بيخبي البصل تحت الطبق هات هات بصل لا لا وعندها كمان بتفرد الرنجايه على ايديها وبت حاجه عامله زي الفيل والله لما بياكل معرفش وبصل من هنا وتضرب يعني ما في عيش في النص المفروض ما اعرفش ما فيش عيش خالص ما لهاش علاقه بفريق ما بتاكلش عيش خالص خالص يعني هي بتخش على المضمون على طول انا جيت بس علشان الولد عايز يتعرف عليك ويشوفك عايز يبقى ليا بيت وعيله علشان احس بالامان بليز يا مازن خد فلوسك انا ممكن اكون زي ما انت ما بتقول بس الاكيد بقى ان انا مش واحده غبيه رماح انت قلت لي انت كنت ممثل على مسرح الجامعه وحابب انا اسمائك الحقيقيه عظيمه بس انا حافظه اكتر المسلسل بصراحه تمام فانما ما اشتغلتش حاجه غير التمثيل خالص انا اصلا ليسانس حقوق وليسانس اداب قسم مسرح يعني انا خريج حقوق الاول اشتغلت حوالي 6 شهور سنه محامي بس ما حبيتش الموضوع خالص محامي تحت التمرين بقى في مكتب محاماه في مكتب محامي كبير يعني بس ما حبيتش الموضوع لان انا فكره يعني انت ما حبيتوش ولا هو اللي ما حبكش والله لا انا كنت اقدر ابقى محامي لا كويس لان المحاماه برضو فيها جزء تمثيل شويه تشخيص شويه سواء في المحكمه او في التعامل يعني لا وانت فاكر المحاماه هي الاداء ده بس ده شغل يا استاذ ما هو والله من ده على ده يعني هي الحياه عامه بس فما ارتحتش في يعني تقيدت في نقابه المحامين ولا ما لحقتش بس سبتها لما التحقت بنقابه المهن التمثيليه عشان ممنوع الجمع بين نقابتين فانا اخترت موضوع نقابه المهن التمثيليه عشان هو ده يعني هو ده الامل بالنسبه لي فيري انت اشتغلتي قبل كده اشتغلت شغلي كله ماركتنج وانا ما درستش ماركتنج اصلا اساسا لا زي المسلسل سنتين بزنس انا دراستي اعلام واشتغلت في شركه ايفنتس كوربريت ايفنتس كنت ماركتنج مانجر فيها ده كان قبل التمثيل على طول يعني شغلتك ان انت تنظمي يعني شركات كانت بتبقى شركات كمبيوترز كده بننظم الايفنت بس انا كنت مين اللي بعمل شغل الماركتنج كله الباك دروبس بقى الشركات دي عايشه لغايه شغاله الشركات دي ولا هو هي نفس الحياه ادائها كده قريب من بيري مش قصدي في النفسويه بس قصدي في ان هي في الكلام وبتاع وكده دي طريقتها في الحقيقه صح لا يعني طبيعيه والله لا ازاي بقى هي بتتكلم لا هو انا في لازمات عندي في الكلام وكانت ايمي دايما تقولي خليها موجوده عندك هتنفعك في بيري قوي يعني تلاقيني في كلام كده بطولها هي الوحيده اللي بتعرف تقلدني والوحيده اللي قطتها فكريني بالكلمه وانا مش هقولها لك قولي بس يعني تلاقيني طبعا يعني ليا مطله كده في الكلام بطيء كده وتقيل ولا في حاجه في لازمه معينه في وسط الكلام في ايه اللازمه يا ريم والله انت الوحيده استاذه منى الشاذلي يعني صيادك قولي والله ما عارفه ايه مش فاكراها قولي يمكن تخلع من المشهد انت لسه ابن الهزيل ما هو يا ده لا انا لازم يعني كنت شايف الماركتنج وبعد كده كات تمثيل على طول افتكرت اللي هي طيب الحمد لله ورحت عمان حتى في التمثيل خريجة بزنس ادمنستريشن وكنت على شهادة طلعت في كده في التليفون الاقيها اقول لها يا انت مستفزه قوي بتكلم معاها في موضوع جد جدا وانا متخيله مركزه معايا الاقيها فجاه تقول لي وبعدين ايمي هبه انت ما كنتيش بتحاولي تخليها كوميديه يعني انا ما فشتكيش كده مثلا وانت بتقول بترمي افيه انت كنت بتمثلي الدور جد جدا هي طبعا. الناس بتضحك او بتنبسط من الحاله العامه
ده كان مكتوب ولا دي شخصيتك ان انت مش عايزه تعملي كوميديا؟ لا حضرتك قلتي نفس الجمله انا عايزه اقول، الناس بتضحك من الحاله العامه، ده حقيقي. انا اول ما شفت هبه رجل الغراب في الورق قلت لهم هو ده ايه، كوميدي ولا سيت كوم ولا ايه، ماليش بقى في الكوميدي ده. خفت قالوا لي لا 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 ده مسلسل عادي وفي انسانيات وفي مشاعر. ليه تخافي انت اصلا في الحياه دمك خفيف قوي يا ام؟ ليه تخافي تمثلي كوميدي؟ ما بحبش انا اللي هو اسمه كوميدي، خلاص انت عملتي شخصيه والناس ضحكت دي من عند ربنا، بس انا عملت كاركتر، انا ما اقصدش اضحك، انا لبست ده وبحسيت الشخصيه فانا ماشي. حماده ما تبصليش ايه يا حماده انت ده ليه بتنظر؟ لا هي طول الوقت كده، ما اعرفش كان عندها فوبيا حتى في اول كام يوم تصوير. قلت لها ايمي يعني مش بقول لها فكي طبعا، هي جامده ما شاء الله عليها، بس بقول لها ايمي طب ما تقولي الافيل، تقول لي لا ما انا مش مش لا الحاجات الرخيصه بتاعتك دي، الحاجات التافهه وكانها بتعمل مكبس وانا بعمل مثلا حاجه ثانيه. يمكن انا يا استاذه حاسه ان انا لو انا قلت اضحك هطلع دمتي، يمكن انا ده احساسي يعني، ما بحبش اقول افيه خلاص. هبه غصب عنها عامله كده، فانا غصب عني عامله كده، الناس ضحكت ورا الكاميرا فخلاص يبقى هما ضحكوا من الشخصيه. عملت حتى فيلم عسل اسود كنت بمثل التيتشر، قصد امثل التيتشر بجد يعني هي كده، لان انا سمعت مدرسه بتتكلم كده فبعمل زيها، بس مش بقول كده ان انا ابقى سكر بقى مع احمد حلمي ودمي خفيف، لا خالص، انا عايزه اتكلم بجد. فهبه كانت مريحه جدا، فيها مشاعر، وانا بعدين في الحاجات اللي فيها انسانيات وتمثيل اكتشفت ان ايه ده، انا بحب الحاجات دي، انا مش تافهه. انما الافيهات والطريقه بتاعتي دي انا اللي عملتها من اول حاجه بصراحه، لان انا ما شفتش الكولومبي، شفت صوره البنت قلت لهم ايه ده دي حلوه على فكره، يعني لقيتها بقصه وكده وما اعرفش بقى مثلت ازاي. والامريكاني بشوفه من وانا صغيره وما وانا ما بمثلش زيها خالص، انا عارفاه بتابعه من وانا صغيره في المدرسه، حتى قلت انا لو مثلت هيجي لي ده، لان انا بحب اجلي باتي، بحبها البنت، قلت فاتخضيت لما فعلا مثلت بشويه جالي 180 حلقه، قلت مفيش فيلم طب مسلسل 30 حلقه رمضان، لقيته 180 قلت هعمله خلاص. لكن انا يعني بحب اتفرج عليها، لكن انا ما عملتش حاجه خالص. لا احكي يعني انت مثلا مشيتك دي لا كده بس جت كده، ده احساس لما لبست الباروكه والسنان والجزمه لقيت نفسي بعمل كده، والله العظيم لقيت نفسي بعمل كده، ما اعرفش ازاي، ما حضرتش حتى ان انا هعمل كده، يعني ما قلتش انا هعمل كده، ما قعدتش مع المخرج في الاول اقول له انا هعمل كده، اتفقنا على الشكل مع الشركه والحسنه بس الحسنه دي دايما بتشك بعد يعني غصب عني بعمل كده، بتاكد انها وقعت ولا انها بتقع كتير، فكنت دايما عندي، فبقيت اروح البيت عادي ابقى قاعده. وكنت بصور مسلسل تاني في استاذ محمد سعد فيفا قطاط، قعدت لقيت نفسي بعمل، قلت ايه ده مش ده المسلسل. طيب في شقة في المسلسل ده، مش عايزه اكلكع الامور، بس انا هقول لكم حتى بخبرتي الانسانيه، يعني بقى بنات صغيرين بيتفرجوا طول الوقت، عايزه اقول لهم ايه او بقول ده تمثيل، لا يا بنات ما فيش الهرجله دي والعلاقات المفتوحه الاوبن خالص دي، لا ده تمثيل، ده عشان المسلسل مترجم، افضل اديهم ايه خلفيات، عشان في جزء مش عايز اقول منفتح، في جزء اخلاقي كده في المسلسل مش شبهنا خالص، او على الاقل ده اللي بنعلم ولادنا ان هم ما يبقوهوش، صح يعني ما ينفعش يبقى في علاقه كده خارج الاطار، ما ينفع يعني في شويه مسلسلات كده اصل بيري حامل ومش عارفين الاب والموضوع ايه عادي. لا ومسلسل اطفال يعني حاجه انا مش بقول كده برضو كاعلاميه او كمذيعه، انا بقول لكم في النهايه انا بتفرج، واي حد عنده ولاد او ما عندوش ولاد ممكن يكون في ناس دخلتها ان ده جزء من المؤامره على عقول الشعوب، يعني دخلنا في المؤامرات الدوليه، يعني انا عايزه اسمع رايكم، انتوا اخدتوا بالكم من حاجه زي كده اصلا وانتوا بتقروا ولا لا الناس هي اللي قالت لكم بعد كده؟ انا هسيبهم واحد واحد وانا هتكلم في اخر. طيب انا هتكلم قبليك. لا ده زميلي ده هو ده اللي هيعرف يتكلم، ده احسن واحد. لا انتوا بتقسموا مع بعض، حازم العقل. لا انا هقول لك وجهه نظري انا. موجود في المجتمع او مش موجود في المجتمع، هو موجود بس ممكن نختلف على موجود نسبته. على نسبته ممكن يبقى نسبه قليله قوي، بس اللي انا شايفه مثلا انه انا شايف حاجه وحشه بتحصل في الاحداث، شايف علاقه فريده بادهم، شايف ان هو بيروح بيتها، شايف ان هو بيشرب الحاجات دي كلها، طب وشايف نتيجتها، فادهم ما بيتجوزش فريده مش سعيده، ادهم مش سعيد، الشرب ده ما بيحلوش حاجه في حياته، بالعكس ده بيبوظ له حياته اكتر. علاقته الغير سويه بفريده هي بتبوظ الدنيا عليهم هما الاثنين اكتر. فانت
شايفه النتيجه السلبيه لكل الافعال دي بشكل قوي جدا. ومع الاحداث قدام، لانه برضه مش هنقدر نحكم على نص الموضوع، لما هتشوفي الموضوع كله هتلاقي انه في اختلافات بتحصل لما السلبيات دي بتختفي. فبالتالي كمضمون الموضوع في سلبيات نتيجتها انه حياته بتتدمر، لما بيصلحوا السلبيات دي حياته بتتصلح. انا تعين هو ده موجود عشان الاصل اساسا خواجاتي، يعني هو الاصل ما مش بيبص في الجانب الاخلاقي، هو ما هو ده هو مكتوب كده في مجتمعات كده. فلما جيت غير كده ان احنا شايلين اوريدي حاجات كتير بالظبط، يعني تحفظا اكيد كلها في دورك انت. انا طبعا دوري شايلين منه ثلاث ارباعه، يعني كل الادوار يا استاذ كل الادوار بس انا كل الادوار لو عايز حاجه ان هو منقول بس. ما هو انت بتنقلي، يعني مثلا في الكولومبي ما بيحصلش الحاجات دي بالنسبه لهم، لما بتتغير ما هياش تنظيف، ما هياش سلبيات بيعالجها، فهي مستمره للاخر وبيعالج سلبيات تانية. انما احنا لما بننقل المصري اتبروز ان ده سلبيات بتتعالج وبتتعالج بعد كده، فبالتالي بتشوفي نتيجه ده ونتيجه ده. يعني انا طبعا مع التحفظات دي شويه. ان كان عندك ولاد يا رمو؟ دلوقتي اقول لك يا رمو احنا اسف. عندي كارما وكندا 6 سنين و4 سنين، عندي بنات يعني ربنا يحميهم. ربنا يخليك يا رب. بس فطبعا انا شويه مع التحفظات دي، وحاولت اجتهد شويه في دوري لما احس مثلا من خلال علاقتي برباب. انا عرفت ان هي امبارح مثلا كانت في مشوار مش 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 مظبوط، فازاي انا اتعامل معاها يا جماعه. فحاولت اقعد شويه مع كاست الاخراج وكده وبتوع الكتابه، يعني ان يا جماعه طب خلوني ابص لها من فوق لتحت وامشي، بلاش ازاي اكلمها وهي عامله حاجه غلط كده. فحاولنا شويه وبعدين يعني وبعدين المسلسل عندنا بيعرض زي ما بيعرض المجتمع بتاع مستر ادهم وفريده وكده، عارض عندنا كمان هبه واسرتها الطيبه محافظة. الملتزمه دي فعارضين الحلو والوحش. سينمان بالنسبه لي الدور طبعا كله على بعضه كان يخوف. ظبطناه كلنا مع بعض كله يخوف جدا. وبرده عندي كان عندي حاجات كتير جدا صممت انها تتشال. حاولت ان انا امصر الدور على قد ما اقدر واقدمه بشكل حيادي. اللي انا عايز اضيفه على النقطه ديت خارج هبه رجل الغراب، الفنان دايما لازم يبقى عنده حس وضمير فني في السكريبتس اللي بيقراها، دايما يحاول يوصل للمورال بتاع الشخصيه. لكن في تفصيلات انا مش بوافق ابدا انها تبقى موجوده في المسلسلات بتاعتنا او في الافلام. تفصيلات يعني فلان هياخد مخدرات، مش لازم اشوف طريقه بتعاطى ازاي، يعني عايز اعرف بس ان هو عمل كذا خلاص، ده هيفيد في الدراما اوكي، لكن مش لازم ان انا استعرض تفصيلات الحكايه ديت. هادي سرحان ما تعرفيش ده ايه، مين هادي ده؟ ما نعرفش ده حد متربي في وسط بنات، ده حد فافي، ده حد ما نعرفش. حيدت الدور بشكل معين واخدت الدراما بتاعته الاساسيه ان هو بيتكلم مع ادهم في الفابريكس ومش بيحب هبه وما اعرفش ايه، اخدت منه الحاجات اللي انا عايزها للدور بتاعي. لكن في حاجات مش كويسه، الجزء الكوميدي من الموضوع انما دون الخوض في تفصيلات. وعلى في فكره ايمي ساعدتني جدا، وقفت جنبي قوي في الوقت اللي انا قلت فيه لا الحاجات ديت مش عايزها، وحازم كمان كلهم وقفوا معايا. وممكن تلاقي واحد بيكلم واحد صاحبه مش قايلين صاحبه ده ايه، طب احنا بقى لا انتوا اجانب هتطلعوا علينا حاجات يعني مصر مش هتفيد حاجه في الدراما خالص. طيب وانت يا ايمي؟ الجمله دي مش هتفيد حاجه في الدراما. فاحنا كنا كلنا بنحاول، انا وسليمان وريم وحماده وحازم، كنا بنقعد لو في مشكله في حاجه نقعد مع بعض ونشوف ايه المهم، نجيب المؤلف كده تعالى يا برنس وقول لنا بقى انت ايه ظروفك، انت عايز ايه من ده، هنفهم ايه حاجه مهمه. يعني بيري لازم تبقى حامل، لازم تبقى حامل، طيب يبقى هنبوظ سيكونس، فلازم معلش يا ريم هتبقي حامل. بس هنشوف بقى هتقولي ايه وانت حامل، يعني هنقول نحاول نظبط حاجات. سليمان نفس الحكايه، فبقينا طيب نظبط. انا فاهمك وفاهمه اولا يعني ايه مسلسل يبقى متاخد من بره، وفاهمه انه كنت احب انه يبقى الكرياتيفيتي في التمصير تتحاشى حاجات، انما برضو الاعمال لا تقيم بشكل اخلاقي. وممكن يبقى اصلا فيلم كله عن شخص منحرف او واحده منحرفه، ده مش معناه المجتمع كله منحرف.
المشكلة في المسلسل ده وهي مشكلة يعني تخص المسلسل ده انه مش بس ناجح جدا انه الاطفال بيحبوه جدا. ما هو ده انا عايز هو أقول. لو ما كانش الاطفال حابينه كان عادي هنتعامل معاه لانه ده يعني في مجتمع صغير في الشركه دي في جزء من البوظان والفساد وخلاص سلام عليكم. مشكله الاطفال حابينه جدا فتقعدي تشرحي لهم طب وهي رباب دي لما هي صح. مش كويسه طب البنات الكويسين مش قاعدين معاها ليه؟ ده اول حاجه نقول لهم ايه اي حد مش كويس ابعد عنه. ايوه صح. ما انا شفت حضرتك اصلي في الحلقه بتاعت مسلسل السبع عصاير وتقولي الاطفال برضه كنت بتشرحي انا حاسه نفس الحاجه. انا اول ما شفت هبه رجل غراب انه هيعمل المسلسل ده قلت لهم انا وانا صغيره في المدرسه بشوف اجلي بيتي وبحبها ده اطفال وانا بتارجت ان الاطفال تبقى حباني انا كايمي كمان بقى بغض النظر ان احنا كلنا يعني حابه انه الاطفال تبقى حباني مش ان انا بقى ايه اصل انا ولا فيدات ولا هطلع اعمل كده ولا هعمل كده خالص فانا ابقى لطيفه وطبيعيه. ليه بتقللي من قدرك ده؟ لا انا ده حقيقي انا كده يعني مش ليه انت يا اموره يا ما اعرفش مش عارفه خلاص بقى يا استاذه بقى مش معنى ان ماما كانت ارفع منك في السن ده انت زي القمر لا فاقصد انه حضرتك انه قلت لهم ده اطفال فاوريدي المؤلف وكل الناس اللي كانت شغاله قبل ما احنا نيجي شغالين على الورق منظفينه. خلينا نشوف مشهد تاني كده بيجمع ما بين بيري ورماح وبعد كده نكمل. انك تكمل جميلك وتحط لي البنزين في التانك اصل انا ما بعرفش اعمل الحاجات دي خالص. والله بليز بقى يا رماح. لا خلاص طالما بليز ده انا ولعت في نفسي. عنك يا استاذه عنك. انت بتفتح من هنا ولا منين؟ بس ازاي يعني يا مدام بيري تبقى واحده يعني بنت ناس والبنزين يقطع منك في الشارع؟ عشان بنت الناس دي زيها زيك ما قبضتش لحد دلوقتي. لو العربيه دي قرفاكي في مصاريفها غوريها. اه والله. او دخليها في عربيه كوري. الكوري قطع غير متوفره وممكن تلاقيها عند البقال وبعدين يوم ما تقولي يا بيع ننزل بيه سوق مدينه نصر ونخلص على طول. والفرق اللي يطلع لك ما بين دي والكوري تحطيه في البنك وتظبطي حالك. بقول لك ايه يا رماح؟ انا مقدره جدا الخدمه اللي حضرتك بتعملها لي، بس يا ريت بقى الحاجات دي ما تخصكش فخليك في نفسك وحط البنزين وانت ساكت. خلاص انا قلت بس اصرفك. يعني انت ده اسمه كلام؟ جايب لك ثلاث عربيات في البيت وجايب لك عربيه شيب مخصصها لك مخصوص وفي الاخر جايب الميني شيب؟ ده اسمه كلام؟ اقسم بالله ما هسيبك بعد كده، تشحططيني وتجيبيني من على الصحراوي من وسط المزارع بتاعتي واجيب الموتوسيكل بتاع الجنايني وافضل احط لك بنزين في الشارع؟ ده اسمه كلام؟ اقسم بالله ماليك اللي على العربيه القرده بتاعت حمايه اللي انت جايه لي بيها وانت ما اتجوزتيني. ايه يا رماح اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت اللي كده غلط كده غلط والله العظيم. ولعلمك بقى اذا كنت انت دوست على قلبي ودوست عليا شخصيا انا هفعصك هفعصك. انت بهدلتها يا رماح بهدلتها والله اللي حصل. شفت بنتين شفت بنتين فالجنونه ركبته. المشهد ده ليه معزه خاصه عندنا. كان اخر مشهد في المسلسل كله في التسعين اخر مشهد يعني يوم عملنا زفه عربيات اساسا في الشارع يعني ده كان اخر مشهد يتصور. المشهد اتصور اخر مشهد خالص. وكمان انا عندي مشكله مع ريم انها بتضحك في وسط الكلام. يعني لما ارتجل حاجه تجيني على دماغي بتضحك فبنعيد لان العلاقه بيننا المفروض ان بيري ما تضحكش. هي متعصبه منه اول ذا تايم وهو طول الوقت عنده الافيهات دي. مشكله حماده ان هو عنده مقدره يقول كلام ان اكسبكتد بالنسبه لي بيبقى في المشهد. فبنعمل بنتكلم علاقه ببعض بس بيضحك بنبقى بنعمل المشهد ولاقيه جاب جمله معرفش جابها منين ابقى مش قادره امسك نفسي من الضحك. فلما جينا في المشهد ده فجايين قاعدين بنقرا المشهد قبل ما ندخله وبتاع قلت له انت بتذاكر ايه؟ هو انت عمرك اساسا قلت الكلام اللي مكتوب؟ هي بتطلع معاك كده. وحضرتك مواقف احلى مش احلى مشهد مرتبط لي هو لا يعني شغلي مع ايمي دايما في زورونا تجدوا ما يسركم. كل مره في جديد يعني تدخل مشهد ناس يتركب السنان فما تروح المفروض تقول لي حاجه يعني جمله عاديه فاللي هي ايه فنطلع بره ايمي ما قلتيش ليه تقول لي السنان في ايدي نسيت اركبها حاجات كده ورق يختفي ريم اول في فتره التهزيق دي كنا مشهد انا وهي وايمي وتامر وانا بهزق جامد اللي هو جبته حته منه بهزق جامد وجه هي المفروض تقول حاجه لقيناها ساكته وعماله تبص لنا احنا الثلاثه ايمي وتامر وانا وعماله بتتفرج عجبها المشهد يعني بتعملوا ايه؟ نسيت ان هي جوه المشهد. طب هو احنا ممكن يعني زي انه امبروفايز كده مشهد ان انت بتعاكس فيه هبه
وهبه بس مكسوفه يعني، وقول لها جميلها جميلها جميل ايمي دلوقتي وهي في كامل اناقتها. محتاج الباروكه والحاجات لا 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 ليه ليه عكسها عكسها عادي يعني. اه انت اتكسفت بفكر عملت لي كده دلوقتي شكلي مش عارف تعكسه. بس اعملي واحده كده حسنه اه عكسها كده، ما هي هي زي القمر اهي. ما هو طول الوقت بيكذب عليها يعني. يا سيدي اكذب دلوقتي ما تقول اي حاجه. اتفضل يا ريس. ايش يا كدي والطالون يا ايمي، ايه الحلاوه دي؟ الضحكه دي طبعا انا قعدت تقريبا شهر ونص عشان اعرف ما اضحكش جوه المشهد. بالسنان انا اصلا بسنان فلوحدي، فحطيت سنان فبقيت كده اهي. بصي ببص على نفسي اردى انت. لا 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 انت هو انت قلتي في وسط الكلام انا لو اتجوزت وخلفت هبطل تمثيل؟ قلتي كده ولا انا سمعت غلط؟ فعلا قلتي كده؟ قلت كده يا استاذه، قلت كده يا استاذه. حضرتك بتقلبي عليا المواجع برضه. لا انا افتكرت ان انا سمعت غلط يعني، افتكرت ما سمعتش كويس. لا ده حقيقي. ايوه هيحصل كده، لو حصل كده مش هيحصل كده. بس كلهم بيقولوا كده. تحس ان انا شخصيتي كدا. تحس ان انا شخصيتي ما ينفعش اقول كده. اه اه ما هو زي ما انا بسمع الترانزستور والابيض واسود وكده. آه لا ما اعرفش اعمل اثنين يعني، حاسه ان انا فخليني امثل بقى احسن يعني، عشان لو اتجوزت هقعد. فخليني اخلص يعني فتره رعايه طفل مثلا. ما اعرفش اعمل كده خالص، مش عارفه. حاسه ان شخصيتي ان انا ما يعني من زمان يعني من قبل ما امثل قلت انا طبعا لو مثلت دلوقتي واتجوزت مش هعرف ان انا يعني مش هعرف ابقى انا اوريدي. وانا دلوقتي وانا بعاني ان انا ابقى عايشه الحياه بتاعه الممثله. انا هي قلوقه جدا كشخصيه، قلوقه بشكل قلوقه وما بروحش كتير في حاجات. وهم حماده وريم ما هيبقوا عارفين الموضوع ده، وحازم موسى يعني كلهم عارفين الحقيقه ان انا مش عارفه ابقى مش عارفه كده. فكمان هتجوز وابقى متجوزه واخلف واشتغل، مش هعرف انزل التصوير وكده، مش هعرف. انا اوريدي بنزل التصوير دلوقتي وانا متعذبه يعني، مش عارفه. طيب قولي لي بقى المشهد اللي مثلتيه في الكاستنج لنبيل عبيد. يا نهار ابيض. لا طبعا انا شخصيا مستنياه لان انا ما شفتوش. انا ما شفتوش، انا سمعت عنه بس منها وهي انت ايه القعده اللي قعدتها. اه ما كلهم عايزين اهو، كلهم زينا عايزين يتفرجوا. رجاله اخر زمن بتلاقح كلام زي النسوان سفوخس معلمين عر. مش تقولوا القصص، مش تقولوا القصص. طب وانت تفتكر نجح ليه المسلسل ده؟ ده رزق من عند ربنا. ما عندكش تفسير؟ يعني انا اعتقادي لو يعني انا بشوف ان هو في حب بيننا كلنا يعني. احنا كنا اسره واحنا شغالين بجد، اتخانقنا مع بعض وصالحنا بعض وحبينا بعض وخرجنا مع بعض واتفسحنا مع بعض، وفي ميموريز كتير جدا. كل واحد ركز في دوره بس، وان هو يعمل دوره حلو ويساعد ويساعد زمايله. كلنا عملنا كده، كلنا تسكننا، اتعمل لنا كاستنج على دورنا. مش هو لا الدور اهو، مين اللي هيعمله كويس؟ احنا شايفين فلان، مين اللي هيعمل دي ومين اللي هيعمل دي. فالسيستم كله بتاع الموضوع مع طريقتنا في التعامل مع بعض، مع مهما كان عندنا برضو ان الموضوع طول فتشائمنا وقلنا ما حدش هيتفرج وبتاع، بس ستيل بنقف قدام الكاميرا. اي حد فينا بيبذل قصارى جهده، بيساعد اللي قدامه، بيحب اللي هو بيعمله، والباقي على ربنا. بتصدق الشخصيه كل واحد فينا خلاص الشخصيه دي بقت جزء رئيسي من شخصيته الحقيقيه. أنا شايف إن المسلسل ده نجح لأنه مكتوب، المنظومة بتاعت المسلسل نفسها مظبوطة، مش من عندنا، ده من أمريكا أو من فنزويلا. الورق مكتوب 180 حلقة، فعارفين إن في حتت فيها مط وفي حتت فيها طلوع ونزول مدروسة. دي معمول الحلقات الطويلة الأمد زي The Bold and Beautiful مثلا زمان 300 ألف حلقة، والناس شغال لحد دلوقتي على فكره. بالظبط من واحنا صغيرين لسه مستمر بحلقات جديده. الصناعه دي موجوده ومدروسه كيميائيا، مفيش فيها ريسك ولا سحر ولا شعوذه، كويس. وبناء عليه الورق موجود، وزي ما حازم وايمي قالوا الورق موجود تمام. فبنبتدي نسكن الادوار على حسب احتياجات الدور نفسه. فالهرم اتبنى على اساس مظبوط، اتبنى على ورق
وعلى انتاج وعلى تسكين وزائد الحاجات اللي احنا الاحساس اللي حس اللي مر بينا الحمد لله احنا كلنا اصحاب فده ساعد جدا. لكن انا عايز اقول ان نجاح العمل مش زي ما احنا فاكرين في مصر انه سحر وشعوذه والعمل ده ضرب لوحده كده وبركه ما اعرفش مين ومين ومين. لا، الحاجات دي ليها اصول وليها ثوابت. ببدا بالورق وابتدي اسكن عليه وابتدي اصرف على العمل ده علشان يطلع لي عمل ناجح. ومش ممكن ابدا واحد يقعد يكتب 180 حلقه ينجحوا في امريكا وفنزويلا ويجوا يسقطوا في مصر. لا، حصلت قبل كده. التمصير هيبقى مش مظبوط. لا، حصلت قبل كده. للي بيدوروا على المنطق ورا نجاح الكاسح لمسلسل مش عايزه اقول بسيط، بس عايزه اقول انه يعني خليني مش معقد مش مركب يعني. هو بسيط. النجاح الهائل ده لو بتدور على المنطق ممكن تلاقي اجابتين منطقيتين. واحد، الاختلاف، الناس محتاجه اي تغيير في الوشوش، في الكتابه، في النمط. حاجة تانية ان هو مريح للاعصاب، بمعنى ان انت مش مستني مصيبه هتحصل او العقده الفلانيه، انت قاعد وعارف انه الناس دي كلها اصحاب ولطف ومفيش حد هيطرد بالشركه، كلهم هيرجعوا يعني مفيش توتر. الناس محتاجه ان هي ما تبقاش متوتره. دي ممكن تكون اسباب منطقيه. الاسباب التانية اللي ملهاش علاقه بالمنطق هو زي ما قلنا في بدايه الحلقه انه في نجاحات او توفيق بيبقى الكتالوج اتعمل وسط الحدث نفسه. انتوا كلكم كل واحد بشخصيته، كل واحد بطريقته في الاداء اللي يمكن ما تكونوش خططتوا لها، توفيق من عند ربنا. نعم بالله. انا مش عايزه انسى انه 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 كتير جدا من الممثلين في المسلسل ده كانوا اضافه له، كتير جدا من صناع العمل اللي مش معانا كمان بالتاكيد هيبقوا رصيد كويس جدا للدراما، سواء اللي كتبوا او اللي اخرجوا. يعني للاسف احنا مش معانا كل الناس. عندي بس امنيه واحده وحيده، انه العمل الناجح قوي ده اللي الملايين يتفرجوا عليه المره الجايه تبقى ورش عمل مصريه هي اللي بتعمله، مش جايبينه من بره. لانه اكيد لو اتكتب من نفس الكالتشر او الفكره نفسها، فكره مصريه، يمكن يبقى احلى طبعاً. ويمكن يبقى في حاجات نتلافاها لو في حد مضايق منها. بس هم اوريدي هيعملوا كده، قالوا المعلومه دي، قالوا لنا يعني، سالت في الموضوع ده وقالوا ان هم هيكونوا من عندهم المصريين، هم الورشه هي اللي هتعمل الحاجات يعني هيكتبوا من عندهم، هيكرييتوا حاجات تانية شرقيه. دي حاجه ده اوريدي اتكلمنا فيه فان شاء الله. بشكركم ومتضايقه منكم انكم ما قلتوليش الجزء الثاني هيخلص على ايه. يا استاذه اتفرجي، يا استاذه انت بتضحكي علينا. كفايه براكي بتفرجي برنامج وقعدت تسالينا وفي الاخر عايزه اقول لك اتفرجي على حاجات. وبعد المسلسل ده يخلص نتائج الشهر هتطلع وكل العيال هتبقى درجاتهم ناقصه بسببكم. ليه؟ فهو كده عشان بيتفرجوا على المسلسل. بمنتهى المحبة والفرحة لفرحتهم ونجاحهم بحيي مستر أدهم، حازم سمير، ريم مصطفى، فريهان مأمون، رماح، عمادة بركات، هادي محمد سليمان، وأخيرا بسقف نفسه ايه سمير غانم.